عزيزي المشاهد، ازيك؟ عامل ايه؟ رجعنا لك النهارده زي ما انت شايف كده باول حلقه من السيزون الثاني من انمي ماش. طبعا في ناس كتير جدا مستنين الحلقات دي تنزل وانا اولهم شخصيا. فصديقي قبل ما نبدا بقى، لو ما كنتش شفت السيزون الاول هتلاقيني مجمعه لك في فيديو ساعتين كده على القناه. ايوه هو ده، هتلاقي اللينك بتاع الفيديو ده في الديسكربشن وفي اول تعليق مثبت، ارجع شوفه علشان تفهم الفيديو بتاع النهارده. واما بقى لو انت كنت شفته فاستنى هلخصه لك في دقيقه كده. بس قبل ما نبدا بقى، ما تنساش اللايك بتاعك والاشتراك في القناه علشان يوصلك الحلقات الجديده، وعايزين نوصل المقطع ده ل 10000 لايك. ويلا بينا نبدا حكايتنا. في عالم السحر بيقدسوا السحر على انه معجزه لازم تكون عند كل فرد في المجتمع ده، واي استثناء لشخص عاجز عن السحر بيتم الحكم عليه بالاعدام. وعلشان بطلنا ماش راس الفطر زي ما انتم عارفين معدوم السحر، وعيلته اتعرضت للخطر، وهنا بقى قرر انه يتحدى السحر وياخد لقب مستنير السماء من أكاديمية إستون للصحراء. وبما أنه لا يفقه أي شيء عن السحر، قرر أنه ياخد اللقب ده بقوته الجسدية اللي مش موجودة عند أي حد. وفي رحلته جوه أكاديمية إستون للحصول على اللقب، بيتعرض لتحديات كبيرة جدا. وآخر تحدي شفناها هو معركته مع سيلورا اللي من المنظمة الإجرامية للسحر المدعوة بزيرو. وزي ما شفنا سابقا برضو، منظمة زيرو بتسعى أنها تدور على أقوى الأشخاص جوه الأكاديمية. وسيلورا لما راح الأكاديمية علشان يقتل أبيل، بما أنه فشل في أنه يعرف له مين هو اقوى شخص في الاكاديميه، واجه وقتها عمنا ماش وعرف ان ده هو الشخص المنشود، وراح علشان يبلغ منظمه زيرو بده. ودي بقى كانت اخر احداث موسمنا الاول من ماش. بس الموسم انتهى عند سؤال مهم، وايه هو اللي هيحصل لماش بعد ما زميله اللي في الاكاديميه عرف ان ماش عاجز عن السحر، وهدده انه هيبلغ كل المعلمين بده ويتم اعدام عمنا ماش. ودي هي الاجواء اللي هنكمل بعدها الموسم الثاني من ماش. فصديقي ركز معايا كده وحضر اي حاجه تاكلها او تشربها، واهم حاجه بقى تكون حطيت اللايك بتاعك، مش هفكرك تاني. علشان كده استعدوا معانا في احداث اخطر بكتير من اللي فاتت، لاننا راجعين لكم بموسم اقوى بمراحل. ويلا بينا نبدا اولى حلقاتنا من السيزون الثاني. ولكن في البدايه كده لازم ناخد فكره عن موهوبين السماء اللي ماش بيطمح انه يكون واحد منهم. وهم مجموعه من اقوى السحر في العالم، وبيمتلكوا القوى اللي بتسمح لهم بالتحكم فيه. وكمان الاشخاص اللي بيحصلوا على لقب موهوب السماء دول بينضموا لديوان السحر، المكان صاحب اعلى سلطه قضائيه ومكانه في العالم. ومع انضمامهم لديوان السحر بيتم تكليفهم بالعديد من المهام السحريه المختلفه، وبيكون في مهمات حكوميه لتنفيذ مهام للقضاء على المجرمين وحمايه المجتمع، زي المهمه اللي ريم فيها بالظبط دلوقتي، واللي هدفها هي حمايه ماش ووقوف القتال بينه وبين ابيل. بس بسبب ده ضارب بينه وبين تابع من اتباع سيلورا معركه شرسه، ولكنها انتهت بانتصاره الساحق عليه. وبسبب ان ماش هزم اقوى اعضاء مسكن لانج اللي هو ابيل، حصلوا على كل العملات اللي ابيل واتباعه بيمتلكوها لصالح مسكن ادلر اللي بيسكن فيه ماش واصدقائه. وعلشان كده بيقرب طلاب مسكن ادلر من الحصول على لقب موهوب السماء. ولكن بعد المعركه الاخيره اللي خاضها اخونا ماش، انتشرت الشائعات عن ماش وعدم قدرته على استخدام السحر زي النار في الحطب في جميع انحاء الاكاديميه. وبنروح لماش وهو واقف مع صديقه فين، وبيتكلم معه بيقول له انا مش مصدق ان اليوم اللي فات نجحنا في كل المعارك بسهوله، على كده لازم نعمل حفله كبيره بعد المدرسه ونحتفل بفوزنا العظيم. وفين بيرد عليه بتردد وبيقول له ان في حاجات ما نجحوش فيها زي ما هو متخيل. وبيرجعهم الاثنين بالزمن للماضي كده، وبيفتكروا لما واحد من الطلاب اكتشف حقيقه ماش وعدم قدرته على استخدام السحر، والطالب ده قال لهم انه هيعرف معلمين الاكاديميه بالحقيقه. وعلشان كده اصدقاء ماش فضلوا يحاولوا باصرار مع الطالب ده، وعاوزين يقنعوه انه ماش بيعرف يستخدم السحر زي اي طالب في الاكاديميه. وفي الوقت ده فين بيقول لماش انهم فضلوا يزعقوا ويصرخوا على الطالب ده لحد ما سكت، بس المفروض نعمل حاجه قبل ما يحكي لباقي الطلاب. ولسه فين ملحقش يخلص كلامه، بيقاطعهم واحد من الطلاب اللي شعره ما تفهمش عامل كده ليه، وبيكون عمال يضحك باستفزاز وبينادي على ماش، وبيقول له انت بقى الطالب المشهور اللي ما بتعرفش تستخدم السحر في الاكاديميه. وفين طبعا بيمسك دماغه من الصدمه. اما ماش فبيرد عليه بتوتر انه بيعرف يستخدم السحر، وسرعان ما بيتحول لراجل آلي بسبب تردده لكلماته، وبيكون مش عارف يتكلم من كتر التوتر. فالطالب بيقول لهم هو مستغرب انتوا جايبين روبوتات مكان ماش وبتضحكوا عليا ولا ايه. في الوقت ده فين بيقول لنفسه وفرحان ان التدريب اللي عمله مع ماش جاب نتيجه اخيرا. بس الطالب ده ما بيقتنعش، بيقول لماش ما تكذبش عليا يا عم، ده الشائعات عنك بقت في كل ركن من اركان الاكاديميه. ففين بكل تلقائيه بيمسك ماش اللي عامل زي الروبوتات الخربانه من قفاه، وبياخده وبيمشي من المكان. بس برضه الطالب تقيل الدم ده بيتكلم مع فين وبيقول له خليك عارف يا فين ان مساعده شخص ما بيعرفش يستخدم السحر هتخليك مجرم وتتعاقب انت كمان معاه. في تلك اللحظه فين لوهله بيتصدم وبيقف مكانه كده، فالطالب يستغل وضعه وبيكمل
كمل كلامه مع فينو بيقول له انه لو كذب في التصريحات علشان يساعد ناس، وقال له انه بيعرف يستخدم السحر فممكن تتعرض لطرد من الاكاديميه بكل بساطه. وبيقول له دلوقتي بقى يا فين الافضل ليك انك تعترف ان ماس ما بيعرفش يستخدم السحر ولا تكذب عليا زي كل مره. ومع السكوت فين اللي باين عليه الغضب، الطالب بيضحك وبيرجع يكمل كلامه وبيقول انه مفيش فايده من حمايه شخص ما عندوش سحر ودمه فاسد ومالوش علاقه بعالمنا اساسا. في اللحظه دي فين بينفجر من الغضب وبيقول للطالب العبيط انه يخرس خالص، وبيقول له انت مالكش دعوه باللي انا بعمله او بصاحب مين، ودي حاجه تخصني انا بس. في الوقت ده الطالب مره واحده بيقع بوشه على الارض وبيلزق فيها، وفين اللي مش فاهم حصل ايه وبيستغرب وبيقول في نفسه انه جريء وما بيخافش زي الاول، بس قوته ما اتطورتش لدرجه انه يعمل في الراجل كده. وسرعان ما بيلاحظ فين ان اللي عمل كده هو لانس. بعدها بيقوم الطالب وهو غاضب كده وشعره بقى عامل زي برج ايفل وبيقول لانس انت عملت كده فيا ليه؟ فلانس بيرد عليه ان مفيش سبب محدد وانه كان عاوز يعمل كده بكل بساطه. وماس بيحيي لانس على اللي عمله وبيقول له عاش عليك، من الواضح ان عقده الاخت اللي عندك عامله شغل جامد معاك. ومع غضب الطالب ونزيفه بسبب الهبد اللي اتهبدها على الارض بيتفاجئ لما في نقطه ميه بتيجي عليه، وبنكتشف انها دموع ليمون اللي بتكون جايه ومعاها دوت اللي قاعد على كرسي متحرك، بس ربنا يكون في عونه لانه متكتف زي المومياوات كده ومش باين منه غير رجله. ولما الجميع بيتصدموا من اللي حصل، ليمون بتقول لهم وهي بتعيط ان اصابته كانت خطر كده واسوأ مما كانوا يتخيلون، وبتعرفهم ليمون وهي غرقانه في البكاء ان دوت عنده 6 أضلاع مكسورين وجمجمته مكسوره واطرافه الاربعه متدشملين حرفيا، ده غير الجلطات والحروق وتلف الاعضاء الداخليه الخطيره للغايه. والله انا مش عارف كل ده وعايش ازاي، الافضل يروح يدفنوه ويستريحوا منه. ولما الفريق كله بيسمع كميه الحزن دي كلها بيروحوا عادي بعد المدرسه وبيحتفلوا بفوزهم على مسكن لانج، وطبعا بيكون في طعام يفتح النفس واللي منها فطاير الكريمه اللذيذه. وماس بيكون قاعد وبيقول اننا بعد ما استلمنا كل عملات مسكن لانج فكل اللي علينا نعمله هو اننا نستنى لحد ما يجي ميعاد اختيار موهوب السماء. وفين بيقول له هنتفاجئ كده كل ده ودوت قاعد مش عارف يتحرك بسبب الكفن اللي هو فيه ده، وبيكونش عارف يستمتع بالاكل الجامد اللي قدامه والريحه هتموته. في الوقت ده ليمون بتقول للجميع انهم قربوا يوصلوا من هدفهم رغم ان عندهم مشاكل كتير، بينما فين بيكون عنده شعور غريب وان في مشكله كبيره نسيوها وهتحل عليهم، وبيكون مرعوب من وجود ابيس وابل اللي موجودين معاهم في الحفله على الرغم من انهم من مسكن تاني واعداء ليهم، وبيكون فين هيموت من الخوف لان ابيل جايب معاه الدميه المرعبه في الحفله، وبيقطع توتره حركه ابيل اللي بيطلع من جيبه بطاقات اللعب وبيقول لهم انه جابها معاه من باب الاحتياط، بس فين بيتصدم اكتر لان ابيل مستعد للاحتفال على عكس المتوقع، وابيل بكل نرجسيه بيحط البطاقات على الطاوله وبيقول لهم انا مش ناوي اصاحبكم بس كان لازم احتفل بما ان ابيل صحته بدات تتحسن واصاباته بدات تتعافى، وبيعرفهم انه بيحتفل لانه الشخص الافضل. ففين بيميل على ماس وبيقول له ان صياغه ابيل الكلام مش احسن حاجه وانه متضايق من كميه النرجسيه اللي ابيل فيها وشكل افكاره ما اتغيرتش من بعد المعركه، ولكن في اللحظه دي بيتكلم ابيس المهووس بابيل وبيقول لهم ان حتى لو ساعدتونا فالشخص اللي هتجرأ ويهزم ابيل سام من تاني هيموت بين ايدي الاثنين دول. وفين بيبكي من جواه لان اجواء الحفله اتحولت لمسرح انتقام، وليمون بتتكلم مع ابيس بكل لطافه وبتطلب منه انه ما يقولش الكلام المخيف ده لانه هيبوظ اجواء الحفله، وبتقول له هديك كوبايه شاي كده تهديك وتروق عليك، ولكن ابيس بيتوتر جدا وبيشكرها بعد فتره بصعوبه كبيره وبيتحول لنسخه طبق الاصل من ماس. ولما ليمون ما بتفهمش اللي بيحصل ابيل لحسن الحظ بيتدخل وبيتكلم مع ليمون وبيطلب منها انها تعذر ابس لانه ما بيعرفش يتكلم مع بنات، وبيقول لهم انه ما عندوش خبره في التعامل مع النساء وحالته يعلم بيها ربنا. ولما ليمون بتقرب من ابس علشان عندها فضول تشوف عينه، ابس ما بيستحملش وانفه بتنزف دم من شده التوتر وبيقع على الارض. وعلى الجانب التاني بنشوف بنت من اتباع ابيل وبتكون عماله بتاكل بسرعه من الاكل بتاع دود بسبب جمال الاكل وحلاوته، اما دود بيكون قاعد وعمال يتحرك وعاوز يضرب البنت دي ويبعدها عن الاكل بتاعه بس بدون فايده لانه عامل زي المسؤولين. وفين بيكون مستغرب من اللي بيحصل جنبه، وليمون بتكون ماسكه فطيره وبتروح علشان تاكل ماس في بقه وهي بتشكره على انقاذه ليها، بس ماس بيفوقها من احلامها الورديه وبيرفض ياكل منها وبيقول لها انه مش صغير ويعرف ياكل بنفسه، اثناء ما ليمون بتحاول تقنعه فطيره الكريمه بتقع على الارض، ولكن ماس طبعا بيتعصب وبياخد نفس كبير جدا كده بيسحب بيه كل الهواء في الغرفه علشان يلحق الفطيره من السقوط، وبينجح في شفطها وبيبدا ياكل فيها وبيدوب في لذذتها، وليمون العبيطه بيعجبها العرض اللي ماس عمله وبتفرح بيه. وفين اللي بيتفرج عليهم وبيقول ايه جابني وسط المرتبطين دول، اما لانس بيكون واقف بيتفرج على كل اللي بيحصل بس بيقطعوا فين اللي هرب من عند ماس وليمون وبيقول له انت سبتنا في وسط الطريق لما كنا في الكابو ايه اللي حصل معاك وقتها، فلانس بيقول له ان بعد قتاله مع واحد من مسكن لانج اتورط مع
اشخاص بيقولوا انهم محكوم عليهم بالاعدام وموجودين في القبو، ولانس اضطر انه يقاتل مع واحد منهم ولكنه انسحب في نص المعركه لسبب مجهول. وفين بعد ما بيعرف ان في مساجين محكوم عليهم بالاعدام في القبو بيموت من الرعب. في الوقت ده ابس وابيل بيكونوا واخدين جنب لوحدهم وقاعدين يلعبوا البطاقات دون عن الباقي، والعجيب انهم بيلعبوا بطريقه غريبه مع بعض ومفيش اي متعه في الموضوع. وفين بيكون مستغرب من التصرفات بتاعت ابيل وابس ولعبهم بالبطاقات لوحدهم. بعدها فين ولانس بيوقفوا يتفرجوا على السيرك المنصوب قدامهم واصحابهم المهرجين اللي بيعملوا تصرفات غريبه. وفين بعد ما بيبص حواليه بيقول له انهم فوضويين جدا وبيندم انه قاعد معاهم. في الوقت ده بنشوف بوما طايره ومعاها رساله متوجهه بيها ناحيه الاكاديميه. يا ترى ايه اللي مكتوب في الرساله وهتوصل امتى؟ المهم بعدها بنشوف ماش قاعد بياكل فطيره الكريمه اللي بيعشقها، وابس بيروح يقعد معاه بيكلمه بيقول له ان كاربون شكر ليه فهو هيدي تحذير مهم. وبيتكلم ابس بكل جديه وبيعرف ماش انه مستهدف من منظمه زيرو الاجراميه، ولما ماش ما بيعملش اي رد فعل ابس بيعرفه ان منظمه زيرو هي اسوأ منظمه اجراميه في عالم السحر، والمنظمه دي كانت بتدور في الاكاديميات كلها على اشخاص اقوياء وعندهم قوه سحريه كبيره. وبيكمل كلامه في ندم ان بمقابل مساعده المنظمه الاجراميه زيرو ابيل اكتسب قوته. وبينما ابس بيتكلم مع ماش بيكون فين وابيل رايحين مع بعض المكان في الاكاديميه، وبيعتذر ابيل لفين لانه ازعجه وخلاه يروح معاه. ففين بكل توتر بيقول له ولا يهمك ده انت طلباتك اوامر يا عم، ولكن في الحقيقه فين من جواه بيكون متضايق جدا لان ابيل خلاه يروح معاه علشان يجيبوا لوحه الالعاب اللي ابيل نسيها في غرفته. وبنرجع لماش اللي بيكون قرب يخلص الفطاير بتاعته، وابس بيفهمه انه ابيل قدر يحصل على الخط الثالث في وشه واللي بيمثل قوته السحريه الضخمه جدا بطرق صناعيه تبعا لمنظمه زيرو الاجراميه، واصحاب الخطوط الثلاثه الحقيقيين قوتهم هي اللي بتمثل الرعب الحقيقي. وبيفهمه انه ابيل استعار منهم القوى بمقابل انه ينفذ لهم الاعمال اللي هم محتاجينها داخل الاكاديميه. وبينما دويت مرمي على الارض زي الدميه، ليمون بتلعب وسرحانه في عالمها الوردي ده، ابس بيقول لماش الخبر الخطير واللي هو ان منظمه زيرو مهتمه بيه، وعلشان كده بيطلب منه يستعد لمواجهتهم لانهم هيرجعوا علشانه بالتاكيد. كل ده وماش ولا مهتم ولا متوتر حتى من ان اخطر منظمه في العالم بتلحقه بياكل اخر فطيره كريمه في الطبق بكل استمتاع. وابس بيعرفه انه ابيل مش مجرم زي المنظمه دي، ولكن استعار قوتهم علشان يحقق احلامه ويصنع العالم النبيل اللي بيعيش فيه ناس طيبين زي امه اللي ماتت. وفي النهايه ابس بيكون ندمان لانه ما قدرش يمنع ابيل وتعاونه مع المنظمه الاجراميه، وبيشكر ماش لانه وقف ابيل في اخر لحظه ونجح في هزيمته في المعركه. كل ده وماش ساكت ومسحول في الفطيره اللي بياكلها، وبيقول ابس لماش انه يقدر يحقق الحلم اللي ابيل بيحلم بيه ويقدر يصنع عالم كل الناس يكونوا عايشين فيه بسلام. وبيبتسم وبيعرفه انه مؤمن بيه ومتاكد انه يحقق الحلم ده في يوم من الايام. وماش اخيرا بيرد عليه وبيقول له طيب ده بعد ما الفطيره خلصت طبعا. وفي الطرقه بتاعت الاكاديميه بيكون في حد بيتسلل، وبنكتشف انه الطالب اللي عنده برج ايفل في شعره ده، وبيقول لنفسه انه كان خايف المره اللي فاتت ومشي بعد ما اتضرب، ولكن المره دي هيجيب دليل يثبت ان ماش بيعجز عن استخدام السحر. وبيبدا يتجسس على الغرفه بتاعت ماش وهو بيضحك، بس اول ما بيبص فيها بيتصدم صدمه العمر لان ابس تاني طالب في مسكن لانج قاعد بيتكلم مع ماش وبيضحك معاه وكانهم اصدقاء من سنين. وبيكون مش مصدق اللي عينه شايفاه لانه فاشل زي ماش قدر يحقق اللي هو ما قدرش يحققه، بس سرعان ما الطالب المستفز بيلاحظ وجود حد بيتحرك جنبه، وبيكون الشخص ده هو ابيل اللي بيساله بطريقه مرعبه عن اللي بيعمله قدام الغرفه. وبعد ما بيكتشف الطالب انه ابيل افضل واحد في لانج بيكون هيتجنن وما بيعرفش يعمل ايه. ولما ابيل بيكرر سؤاله الطالب بيهرب بكل سرعته من المكان. وبنروح لداخل الغرفه وبنشوف ليمن اللي بتسال ابس عن الموضوع اللي كانوا بيتكلموا فيه هو ماش، ولكنه بيتوتر وبيفضل نص ساعه ساكت ومش عارف يرد عليها ولا ينطق بكلمه، لحد ما البومه اللي كان معاها الرساله بتكسر الازاز بتاع الشباك وبتدخل منه وبترمي الرساله في ايد ماش وبتمشي. ولما ماش بيفتح الرساله بيشوفها هو واصدقائه بيكون واضح على وشهم اثر الصدمه من اللي مكتوب في الرساله. وفي اليوم اللي بعده بيروح ماش في ديوان السحر، وبيكون ماش واقف جوه في قلب قاعه المحكمه، وبيلس سامه بيقول لماش انه موجود هنا لانهم هيفتحوا معاه تحقيق ويحددوا حقيقه عدم قدرته على استخدام السحر. كل ده وماش واقف مكانه بيريل على نفسه زي الاهبل كده. وبيكمل بيلس كلامه بيعرفه ان اخفاء حقيقه عدم قدرته على استخدام السحر جريمه عقوبتها كبيره جدا. بعدها بيلس بينزل ايده من على وشه وبيسال ماش سؤال اصغر طفل في حضانه ممكن يجاوبه، والسؤال هو مين اللي خلق العالم اللي احنا بنعيش فيه ده. بس على الرغم من ده ماش بيغلط وبيجاوب انه مش عارف بالظبط، ممكن يكون راجل مهم. بيلس بيقول له انه كلامه غلط وبيعرفه انه اللي خلق العالم ده هو ربنا اللي خلق العالم بطريقه بديعيه وخلاه متميز واجمل من باقي العوالم الثانيه. وكمان نفس الكلام بينطبق على السحر واللي هو المعجزه والنعمه الوحيده اللي ربنا انعم بيها على البشر لوحدهم وميزهم بيها عن باقي الكائنات، واللي بيهدد المعجزه الجميله والمتكافئه هو وجودك يا ماش لانك بدون سحر. واتمنى تكون فهمت انك مجرد حشره ولازم يتم القضاء عليك
بسرعة زي الحشرات. فماش بكل هدوء بيقول له انا فاهم كلامك بس مش لازم تكون كل حاجة مثالية دايما، يعني مش لازم اموت علشان العالم يكون جميل وخلاب. في اللحظة دي بيلس سامة بتعصب لدرجة انه بيقوم من مكانه وبيقول لماش انت مفكر نفسك مين علشان تقرر اللي يحصل في العالم. ولكن في شخص بيقطع كلام بيلس سامة، ولما بيبص بيلس جنبه علشان يشوف مين ده بيتفاجئ بوجود الشخص ده وبيسيبه يتكلم عادي، ومن الواضح ان مكانته مهمة كبيرة جدا. المهم الشخص ده بيتكلم معاه وبيقول لماش ان مفيش اي قوانين ثابتة في العالم اطلاقا، وان في النهاية اهم شيء هو النجاح، وعلشان كده اهم شيء هو انك تكون واثق في نفسك وعندك الامكانيات الحقيقية اللي تأهلك لتحقيق اهدافك. وبعد ما بيخلص كلامه بنكتشف ان الشخص اللي بيتكلم ده اسمه ريو، وبنعرف ان واحد من موهوبين السماء. ولما بيلسي بيسأله بغضب عن سبب وجوده في المكان ده مع انه موهوب السماء، ريو بيجاوبه ان مفيش داعي للسؤال ده دلوقتي، وبيقول لماش ولا انت ايه رأيك براس الفطر اللي عندك دي؟ فماش بيقول له طبعا طبعا المكان نور بوجودك يا عم. بس سرعان ما ريو بيصدمه بيقول له انهم طبعا بيعيشوا في قوانين ما ينفعش يخالفوها لانها معموله لصالح الجميع، ولو سمحت لك انك تمشي دلوقتي فبعد كده محدش هيحترم القوانين، وعلشان كده في حاجه لازم تعملها وهي بسيطه جدا، والحاجه دي انك تقنع الاغلبيه برايك. بس في الحقيقه رايك مش مهم خالص دلوقتي لانك داخل قاعه ديوان السحر وبيتعمل معاك تحقيق، وحاليا كلامي معاك هو المهم. وبيحدف ريو بطاقه من البطاقات اللي في ايده، والمفاجاه ان البطاقه بتختفي وبتتحول لشمعه. وماش بيقول له شمعه اعمل بيها ايه يا عم دي؟ فريو بيقول له الموضوع بكل بساطه عليك انك تولعها، ولكن طبعا من غير ما تلمسها. ولما ماش بيتفاجئ من كلامه ريو بيعرفه ان السحرة بيستخدموا معجزه علشان ينجو من المحاكمه، لازم تقنعنا برايك وتورينا معجزه اقوى من السحر. وبيقول له لو انت راجل بقى واثق من نفسك فهتثبت لنا ده دلوقتي، في حين ان بيلس مش مصدق اللي بيحصل، لان ريو اللي كان مفكره وعاوز يساعد ماش طلب منه طلب غريب جدا هو انه يولع في الشمعه من غير اي سحر، ومستحيل ماش يقدر يعمل كده. في الوقت ده ماش بيكون ماسك عصايته السحريه، ولما بيلس بيلاحظ اللي ماش بيعمله بيقول ان العصايه مستحيل تساعده في اشعال الشمعه وتنجي من المصيبه اللي هو فيها دي. واثناء ما ماش بيقرب من الشمعه وهو ماسك العصايه، بيلس بيقول ان ريو قاسي جدا لانه بيطلب من ماش المستحيل وعاوز يستسلم. في تلك اللحظه ماش بيحط العصايه على الارض بشكل عمودي كده، وبيلس وريو بيتفاجئوا من اللي ماش بيعمله، وماش بيبدا فلف العصايه في الارض بسرعه فائقه، ومن شده الحركه العصايه نفسها بتكون على وشك الاشتعال. وبيلس بيكون مذهول من تفكير ماش الجهنمي لانه هينجح في اشعال النار بسبب احتكاك العصايه في الارض، ومع اشعال النار في المكان بالكامل بيلس بيكون مصدوم لان الارض مصنوعه من الرخام، وعلى الرغم من كده ولعت برضه. في اللحظه دي بتبدا النار اللي بتطلع من العصايه انها تشعل المكان كله لحد ما بتحيط بالشمعه من جميع الاتجاهات، واخيرا ماش بينجح في اشعال الشمعه. وبيقوم ماش من على الارض وبيقول لريو ان فهم كلامه كله، وبما انهم عاوزين يثبت نفسه وغير راي الاغلبيه فهو هيغير راي العالم بقبضه ايده وقوته. في اللحظه دي بيبتسم ريو بسبب تصرف ماش وبيعرف انه راجل ممتع جدا. وفي خارج قاعه المحكمه بنروح للموظف اللي بيكون قاعد عند الباب، ولكنه بيشوف موهوبين السماء وهم بيتجهوا ناحيه القاعه، وواحد منهم والاسم اورتر بيكون مش عاجبه اللي بيحصل لانهم وصل بيهم الحد علشان يحضروا عقاب طالب بدون سحر بيدرس في اكاديميه السحر، وبيقول ان الاكاديميه بقت في قمه المهزله لانهم ما قدروش يميزوا بين طالب ما عندوش سحر وبين باقي الطلاب، وان ماش عمره ما هيكون فوق القوانين اللي بتحافظ على نظام العالم، وعلشان كده ماش لازم يتعاقب مهما كان الثمن. وبنروح لماش اللي بيرجع يقف مكانه بيقول لهم انه بما انه نفذ طلبهم فمن الافضل انهم ينهوا جلسه التحقيق دي بسرعه. فبلس بيقول له بغضب انت مين انت راس الفطر علشان تكرر، وبيعرفوا انه مش يسمح بانهاء التعريف بالطريقه الهزليه دي. في الوقت ده في رمال بتحيب برجل ماش وبتثبته في الارض، وبينما ماش مش فاهم اللي جاب الرمل لنص القاع والوضع اللي حواليه، في جبل من الرمال بينزل فوق راسه وبيغرق بيه المكان. وبعد ما الرمل بيقع على الارض وماش بيخرج منه سليم، ماش بيتكلم مع بيلس وريو بيقول لهم ايه العبث اللي بيحصل ده، وبيقطع اورتر وبيقول له انت عباره عن كميه عبث متحركه وبتتصرف ان الجلسه انتهت. وبيلس بيكون مذهول من حضور معظم موهوبين السماء لجلسه التحقيق، وبيقول لهم ايه اللي جابكم هنا دلوقتي. واثناء ما ماش بيبص لموهوبين السماء باستهتار كده، واحد منهم اسمه رايتوس بيرد عليه بيعرفه ان مدير الاكاديميه هو اللي طلب منهم الحضور، والطفله الصغيره دي اللي اسمها توسوره بتقول لهم انها مش حابه المكان لان الجو برد هنا. واحد تاني اسمه كولدر بيكون متضايق بسبب الازعاج اللي هو فيه وبيتمنى انه يرجع للبيت في اسرع وقت ممكن، واللي اسمه غيتو بيقول هو مفكر نفسه مين بيلس علشان يكلمنا بالاسلوب ده، وصوفيا بتحاول تهدي الاجواء قبل ما يحصل معركه بينهم. وبعدها اورتر بيتكلم مع بيلس وبيوضح له ان القوانين موجوده علشان تحمي الناس كلهم، ولو سمحوا باي استثناء في النظام هيفشل وهيبوظ، ده غير انهم موهوبين السماء ومستحيل يسيبوا ماش بعد اخفاء حقيقته انه ما بيعرفش يستخدم السحر ودخل اكاديميه استون السحريه. وبيقول استون ان ماش لازم يكفر عن كل حاجه عملها بالموت. في الوقت ده ماش ما بيكونش مستوعب اللي سمعه من الصدمه، وورتر بيكمل كلامه
لان ممكن يصدر الحكم باعدام ماش طالما في اجماع من موهوبين السماء. في نفس الوقت بيسمعوا صوت شخص بيقول لهم ان الراي ده غير مقبول نهائيا، ولما بيبصوا علشان يشوفوا مين بيكون الصوت جاي من بيلس على الرغم انه مش صوته، وبتكون في هاله ظلاميه بتصدر منه. وبعد ما بيلس بيرفع راسه، الشخص اللي بيتكلم بيعرفوا انهم منظمه زيرو، وبيقول لهم ان الطالب اللي اسمه ماش بينتمي للمنظمه بتاعتهم، وبيعرفهم انهم لو لمسوها تقوم الحرب بينهم. وموهوبين السماء بيحاولوا يفهموا اللي بيحصل وايه علاقه ماش بمنظمه زيرو، وبيستنتجوا ان ماش مميز وليه اصول فريده. ولكن ماش بيقول للموهوبين انه لا ينتمي لاحد ولا يعرف مين منظمه زيرو دي اصلا، وبيقول لهم انه محدش مهتم بكلامه. والصوت بتاع منظمه زيرو بيتكلم وبيقول لهم انهم بيتكلموا بجديه جدا، وكدليل على صدقهم فهم زرعوا طفيل سحري على بيلس. في الوقت ده الموظف بيكون خايف من الطفيل السحري، وماش بيقول له انت مين اصلا يا ابني وايه جابك هنا؟ وبنكتشف ان الطفيل السحري مخلوق خطير وبيتغذى على المانا الخاصه بالسحر، واي حد بيحاول يشيل الطفيل السحري من شخص تاني الطفيل بينتقل لجسمه. وبيكمل الراجل اللي من المنظمه بتاعت زيرو كلامه ده، وبيقول لهم اعتبروا اللي حصل ده دليل على صدقنا ونوايانا الحقيقيه، وخليكم عارفين اننا بنحكم العالم كله. باللحظه دي بيتكلم ريو بيقول للمنظمه انهم اعلنوا الحرب على ديوان السحر، وبيقول لهم من الواضح انكم منتظرين معركتنا من فتره كبيره. وبيختفي ريو مره واحده، وبيظهر ورا بيلس وبيقرر انه يزيل الطفيل السحري بنفسه. فالموظف بيعرفوا ان اللي عاوز يعمله ده تهور، لان الطفيلات السحريه ضررها اكبر على مستخدم السحر الاقوياء، ولو الطفيل انتقل لجسمه هيحوله لشرنقه بسهوله. فريو بيقول له لو انا ما عملتش كده مين اللي هينزع الطفيلي؟ ولسه بيقول للموظف وهو بيتفاخر انه اقوى واوسم رجل في العالم وهو اللي المفروض ينزع الطفيلي، ولكن بيقطع كلامه ماشي اللي بينزع الطفيلي بدون اي اهتمام. وريو ما بيلحقش يحذره، والطفيلي بيكون دخل في بق ماش، ومع وقوع بلس في الارض بيكون ماش ماسك بقه وعمال يتحرك يمين وشمال، والموظف بيفضل يزعل انه اتصرف من دماغه. ولكن المفاجاه ان ماش في النهايه بيخرج الطفيلي من بقه وهو مربوط على شكل بالونه. في الوقت ده الموظف اللي اسمه نيري بيتصدم من اللي ماش عمله، وما بيكونش فاهم اللي حصل داخل بق ماش، ولا الطفيلي اتربط ازاي، ولا ماش بيعمل ايه. وماش بكل بساطه بيعرفه انه ربطه بلسانه بكل سهوله، والموظف اللي ربنا يكون في عونه ما بيستوعبش ان ماش ما نجحش في قتل الطفيلي وهو في بقه، فقرر انه يربطه علشان ما يروحش ويمسك في جسم حد تاني. وبيروح ماش علشان يساعد بلسي وبيدعي له انه يخف بسلامه، وبعدها بيلف وشه وبيقول لهم انه هزم مرسول العدو، وكمان دعا للعجوز بيلس والقضاء عليه، ويا ريت يسيبوه في حاله بقى. في الوقت ده بيروح الموظف عند بيلس وبيعيط على اللي حصل له. وبعدها ريو بيكون معجب بشخصيه ماش الطيبه وتصرفاته الجميله، وبيقول انه كنز في الزمن ده. ولكن اوتر بيكون ليه راي تاني، وبيقول لماش انه كان على وشك الرحيل لمشكلته لسه ما خلصتش، والقوانين هتفضل قوانينه، وانه مش هيقدر يخالفها علشان شخص صعلوج زي ما بيعرفش يستخدم السحر، وان ده قانون العالم بالكامل. وبيعرف ماش انه هيواجه عقوبه الاعدام زي ما قرروا في الاول. ولما اوتر بيقول له انهم هياخدوه علشان ينفذوا العقوبه، ماش بيقول لهم عاوزين تاخدوني فين؟ وبيعرف انه مش هيروح في اي حته، وبيكسر الارض وبيدخل رجله فيها، وبيقول لهم بعد اللي انا عملته ده مش هتقدروا تاخدوني. فاوتر بيقول له ايه حركات الاطفال دي يا عم ماش، في النهايه مش هتستفيد حاجه من الصياح ويتم اعدامك. اما ماش بيرد عليه وبيعرف انه مش هيتحرك من مكانه، فاوتر بيرفع عصايته السحريه وبيفاجئه وبيتحول لرمل وبيختفي من المكان. وبيظهر ورا ماش وهو حاطط عصايته السحريه على رقبته، وبيكون في سهم من الرمل على وشك اختراق راس ماش بسرعه كبيره جدا. ولكن ماش بيكون قادر على الحركه والتفادي في اي لحظه، وعلى الرغم من ده ما بيتحركش. ولحسن الحظ ريو بيوقف اوتارو من تنفيذ الحكم، وبيتكلم ريو وهو حاطط عصايته السحريه على راس اوتارو، وبيقول له ازاي قررت اصدار حكم بالاعدام على ماش بالاجماع وانا اصلا مش موافق. فاوتارو بيعرفه انه مش محتاج ياخد رايه، طب وده لانه بيتبع القوانين. فريو بيطلب منه انه يسمع كلامه الاول، ولكن بيقاطعهم واحد من سيوف موهوب السماء راين اللي بيكون جاي من داخل القاعه، وهو ومدير الاكاديميه. وزي ما شفنا في وسط التحقيق مع ماش حصل تدخل مفاجئ من موهوبين السماء، كمان ظهر مدير الاكاديميه بنفسه. بعد دخول مدير الاكاديميه لقاعه المحكمه بكل وقار وفخامه، وعلى عكس المتوقع بيطلب من الجميع انهم ياجلوا الحكم على ماش، لان منظمه زيرو الاجراميه ارسلت رسول زي ده في الماضي. وبيكمل كلامه ان احتمال ماش يكون مفيد لينا جدا وهو على قيد الحياه، وهو اللي يخلينا نتقدم على المنظمه الاجراميه دي، وما نقدرش نجازف ونتهور واحنا معانا فرصه عظيمه زي ماش بين ايدينا. وبعد سماع موهوبين السماء لكلام مدير الاكاديميه، ولا واحد فيهم بيقدر ينطق بكلمه واحده او يجادل معاه. فماش بيقول لريو اللي واقف جنبه وهو مدير الاكاديميه مهم قوي كده، وريو المصدوم بيقول ازاي ما تعرفش اهميه ومكانه مدير الاكاديميه العاليه جدا في المجتمع السحري، وبشرح له ان مدير الاكاديميه كان مستبصر مقدس وهو شاب، وكمان هو الوحيد اللي قدر يتصدى لمنظمه زيرو الاجراميه في الماضي، وعلشان كده مدير الاكاديميه يعتبر اسطوره حيه على الارض. وبيقول ريو الماش انا عارف انك هتسال عن السبب، بس بما اني هكون قريب جدا افضل مستخدم سحر في العالم، الا ان الشخص الوحيد اللي بحترمه من بين جميع السحره هو
هو مدير الأكاديمية. وفي النهاية بيقول لماش يا عم ما تتفزلكش واسمع كلامه وانت ساكت بقى. فماش بيقول له طبعا طبعا انت طلباتك اوامر، بس اهم حاجة ما تموتش في اليوم المهبب ده. في اللحظة دي اوتر اللي هو واحد من موهوبين السماء بيتجرأ وبيتكلم مع مدير الأكاديمية وبيجادل معاه بحجة انه متفهم طلبه في تأجيل الحكم على ماش، وانه عاوز يستغل أهمية ماش بالنسبة لمنظمة زيرو ويقضي عليهم، بس بيرفض الاستماع لأوامر المدير وبيقول له ان القوانين بتقول ان لازم يهدموا ماش بسرعة ومفيش اي وسيلة لتأجيل الحكم او تحرير ماش، وعلشان كده يجب علينا القضاء على ماش وامثاله وتطهير العالم منهم، وهي دي الطريقة الوحيدة لتنفيذ القانون. وما بيلحقش اوتر يكمل كلامه بيتصدم بان مدير الاكاديمية بيشيل قبعته من على رأسه وبينحني لمجرد موهوب سماء زي اوتر. ومع ذهول الجميع من الموقف اللي هم فيه، موهوبة السماء صوفيا بتتكلم مع المدير بتاع الاكاديمية وبتترجاه انه ما ينحنيش ليهم لان مكانته اكبر منهم بكتير جدا. واوتر البارد بيكمل كلامه بكل استفزاز على الرغم من انحناء مدير الاكاديمية ليه، وبيقول ان الجميع بقوا عارفين ان ماش ما بيعرفش يستخدم السحر. فمدير الاكاديمية بيكمل كلام اوتر وهو باصص في الارض وبيقول ان ماش كمان عبيط ومهووس بالفطائر وكمان مش بيفهم بسرعة، ولكن على الرغم من ده فهو بيمتلك نعمة وقوة غير معقولة وهي قوة التأثير في قلب الناس اللي حواليه. وبيقول مدير الاكاديمية ان عالم السحر الحالي محتاج يتغير وانه واثق ان ماش هو اللي هياخد الخطوة ويعمل كده. مش بس كده لا، ده بيعرفهم كمان ان الناس اللي ما عندهمش السحر بيتم معاملتهم كانهم حيوانات او مجرد حشرات بيتم دهسهم، وانه متضايق من اللي بيحصل ده. وبيقول لهم ان قيمة البشر والسحر بتبدا تتغير مع مرور الوقت وان الشجعان بس هم اللي بيقدروا قيمتهم في العالم. وفي النهاية بيعرفهم من القانون من الممكن انه يخطأ، واوتر بيقول لمدير الاكاديمية انه بيحترمه جدا، بس على الرغم من ده لكن مفيش حد يقدر يخالف القانون. وبيقطع كلامه راين اللي بيركع على رجله وبيترجاهم هو كمان، وبيقول لهم ان ماش اثبت لنا ان ممكن نثق فيه من كتر المواقف اللي عملها. فصاحبنا بيقول لراين انا واثق من كلامك ولكن القوانين ما بتتغيرش على حسب راي كل واحد. ورينتوس بيعرفهم ان المحاكمة بقت بايخة بزيادة جدا، وصوفيا بتقول لهم انه حتى لو وافق على كلامه فباقي الناس مش هتقبل انهم يخلوا ماش فوق القوانين. ومع سكوت اغيته وصاحبه اللي جنبه ده اوتر بيرجع يتكلم تاني وبيقول لهم ان مفيش مجال للنقاش ويتم اعدام جميع الاشخاص اللي بدون سحر، وبيقول ان من الواضح انهم بيفكروا بعاطفية مع ماش اكتر من اللازم. في اللحظة دي بيجي من وراه بيل سيسامة اللي عامل زي القطط بياكل وينكر، وبيدعم راي اوتر في التخلص من ماش مع ان ماش هو اللي انقذه من الموت من شوية، وبيقول ان السحر هو نعمة من ربنا لينا ولازم نحافظ عليها، بينما اللي بدون النعمة دي فهم مجرد عبيد بالنسبة لينا وحتى مستحيل اننا نسويهم بينا او نعتبرهم بشريين. بس في واحد من عديم السحر انقذ حياتي وعارف اني ما ينفعش اخالف القوانين، ولكن حتى لو اعتبرتوني مهمل في شغلي وما تعاطفتش مع ماش فما بقتش فارقه معايا. علشان كده بينحني هو كمان وبيطلب من موهوبين السماء انهم ياجلوا الحكم على ماش، وبيقول لهم عاقبوني زي ما انتم عاوزين ولكن مش هغير رايي مهما حصل. ولما بيوصل الجميع لبعضهم بذهول اوتر بيقول لهم انه موافق على تاجيل الحكم ولكن في شويه شروط. ومع تركيز الجميع لكلام اوتر بيعرفهم ان ماش لازم يبقى تحت مراقبتهم طول الوقت ويعاملوه كمجرد اداه يستخدموها ضد منظمه زيرو، ولازم يثبت قوته بشكل كافي للجميع، يعني على الاقل كده لازم يبقى مرشح انه يكون موهوب السماء في السنه دي. ومع سكوت الجميع اللي بيعني موافقتهم اوتر بيقول لماش لو فشلت في مصيرك الوحيد هيكون الموت، وبكده تم التاجيل المؤقت لحكم ماش بالاعدام. وطبعا ماش بيقول لهم انه موافق طبعا ومستعد لاي حاجه، هو شكل ولا فاهم ولا نيله. ومره واحده ماش بيرفع قبضة ايده لفوق، اما اوتر فبيقول له لكن لو عاوز تحقق امنيات الرئيس وتغير العالم وتعيش في سلام مع الجميع فتحقيق الشروط البسيطه زي دي مش هيكون كفايه. وفجاه ماش بيلكم ارضيه القاعه بقبضته وبتتحرك زي امواج البحر بكل سهوله بسبب قوته المهوله. ومع صدمه الجميع بسبب تصرف ماش بيقول لاوتر علشان اعيش بسلام فانا هقضي على منظمه زيرو الاجراميه بقبضه ايد بس. على الجانب الثاني بنشوف شخص شرير وشكله من منظمه زيرو اللي ماش عاوز يدمرها، فربنا يستر عليه لان ماش ده عيل غلبان وما يعرفش يفرق بين زيرو وواحد. بعدها ماش بيقابل اصدقائه وبيحكي لهم عن التحقيق اللي حصل معاه في ديوان السحر، ففين بيقول له يا جدع ده انت كنت متورط مع اخطر مجموعه اجراميه. اما لانس فبيكون في دنيا ثانيه وبيقول لماش ايه يا اسطى انت ما بتعرفش تستخدم السحر ولا ايه؟ بينما دوت اللي ربنا تم شفاؤه على خير ورجع من الموت اللي كان فيه بيقول له اخويا ماش انا فهمتك، وعلشان كده لازم نستمتع ونحتفل بمناسبه رجوعك لينا. وعلشان كده بيروحوا شارع مارشيت اللي بيكون مزدحم جدا، وفين بيخاف من خياله بيقول ان اكيد دوت اقترح انهم يستمتعوا بوقتهم في الشارع ده علشان ماش، والافضل اني اتصرف على طبيعتي وخلص اليوم اللذيذ والخروجه دي على خير. ولما فين بيفكر اللبس الاصدقاء ممكن يلبسوه بعد خروجهم من الاكاديميه يا دوب بيلف وشه وبيشوف شخص مدرع كده وكانه لسه خارج من الحرب ايه،
جديد طازة، وبنكتشف ان الشخص ده هو دوت اللي بيقول لفين ان الاستمتاع مجرد نوع مختلف من المعارك اللي بيخوضوها. وفين طبعا بيحاول يستوعب اللي دوت بيقوله قبل ما يجيله جلطة في مخه ويموت في ساعتها. ولحسن حظه اول ما بيلف وشه بيلاقي ماش، بس فين بيستغرب لما بيشوف ماش وهو بيتمرن اثناء خروجتهم. فماش بيعرفه انه ما خرجش مع اصدقائه قبل كده، وعلشان كده كان متردد في اللبس اللي هيلبسه. ففين بيقول له يا عم ارحمني، يعني انت ترددت في اللبس بتاعك وجبت معاك عجله الاثقال بدون اي تردد او تفكير. وبيكون فين مش عاوز يخرج مع دوت او ماش بسبب تصرفاتهم المريبه دي. في الوقت ده بيوصل لانس اللي بيزعجهم على التاخير، وفين اول ما بيشوفه ما بيصدقش نفسه، بيحمد ربنا ان في شخص عاقل في اصدقائه ولابس لبس طبيعي. ولكن سرعان ما بيتصدم اول ما لانس بيفتح القميص بتاعه ويوريهم صوره اخته اللي مرسوم عليه. وطبعا مش محتاجين نبين عوده الاخت اللي عنده اكتر من كده. بعدها بيجتمعوا وبيكون لبسهم احسن من الاول، ودود بيقترح عليهم انهم يلعبوا اللعبه المشهوره في الشارع بتاع مارشيت وبيشاور لهم عليها باصبعه، وبتكون عباره عن لعبه اطلاق السهام، ولكنها مختلفه على غير العاده شويه، لان اللعبه دي عباره عن دغدغه حيوان الكوليرا وهو بيطلق الاسهم على اللوحه. ولسه دود هيطلع العبقري اللي جوه ويشرح لهم ان سهام الكوليرا دي بتتكون من مخاط الحيوان الكوليرا نفسه، وعلشان كده محتاجه شخص محترف. وفين بيتوقع ان اللعبه دي هتكون ممتعه، اما ماش هيروح علشان يجرب اللعبه بدون ما يسمع كلام دود حتى. فدوب يبدا يتفاخر ان المبتدئين اللي زي ماش كده مستحيل يصيبوا الهدف من اول مره، بس دود ما بيلحقش يكمل كلامه وبيكون في سهم رشق في دماغه، وماش بيعتذر له بينما فين بيقف مكانه من الصدمه والوضع الجنوني اللي اصدقائه فيه ده. بعدها دوب بيشيل السهم وبيقول لماش ولا يهمك يا صديقي، انا عارف انها اول مره تجرب فيها اللعبه دي، بس تعال اتفرج بقى على لعب الاشخاص المحترفين زي كده. ومع تركيز فين وماش على دوت وهو بيلعب، السهم بيرشق في راس ماش وبيجيب اجله. والله الصراحه مش عارف هم حاطين اللوحه ليه اصلا، ما راس دوت موجوده وماش عامل الواجب وزياده. وبعد اصابه ماش، ماش بيحط ايده على راسه بدون ما ينطق ولا كلمه، وبعد ما بيشيل السهم وبينقض على دوب بهجوم مفاجئ وبينزلوا ضربه في بعض في وسط الشارع. علشان كده فين ولانس بيعملوا نفسهم ما يعرفوش ماش ودوت المتخلفين عقليا دول، وبيسيبوا المكان وبيمشوا. وبنشوفهم بعدها هما ماشيين مع بعض، وطبعا فين بيكون شايل دوت اللي مش قادر يتحرك بعد ما ماش مسكه وطحنه، وبيكونوا بيتكلموا عن متجر العصيان السحريه الشهير الموجود في شارع مارشيت اللي هما فيه. ولانس بيقرر انه يروح ويغير عصايته السحريه، وده بسبب سماعه لاشاعات كتيره ان اختبار موهوبين السماء قريب جدا. وماش اول ما بيسمع كلام لانس ملامحه بتتغير وبيركز في الكلام، وبيتكلم ماش مع لانس اللي بيقول ان الشكر كله لمنظمه زيرو الاجراميه، لان بسبب تدخلها في الاكاديميه فموعد الاختبار اتغير. فماش بيقول بالنسبه للعملات اللي جمعناها لحد دلوقتي فممكن اننا ندخل اختبار موهوبين السماء بسهوله، وان النجاح في الاختبار هي الخطوه الاخيره. طبعا كل ده وفين ظهره قرب يتكسر من دوت اللي شايله طول الطريق. في اللحظه دي لانس بيزرع عقده الاخت اللي جواه، بيقول لماش انه مش هيهتم منه بدون سحر ومش هيتساهل معاه في الاختبار لاي سبب علشان اخته. وماش طبعا بيبص له ما بيردش عليه، وبيقطع كلامهم انه اخيرا وصلوا للمتجر بتاع العصيان السحريه. واول ما بيدخلوا المتجر بيكون في عصيان سحريه في كل مكان، وفي راجل عجوز بيستقبلهم وبيرحب بيهم وبيسالهم اذا كانوا من اكاديميه استون للسحر. وفين بيرد عليه وبيعرفوا انهم بالفعل من اكاديميه استون. اما على الناحيه الثانيه ماش ودوت اللي صحى من الغيبوبه اللي كان فيها اخيرا بيكونوا مذهولين من انواع العصيان الكثيره والمختلفه عن بعض. وفين بيفاجئهم وبيقول لهم انهم غيروا العصيان بتاعتهم، واول ما بيرفع ايده العصايه السحريه الجديده بتجيله بكل سهوله. وفين بيكون مذهول وبيقول واو عملتها ازاي دي يا فنان. ففين بيشرح له ان طريقته السحريه هي اللي جذبت العصايه السحريه الجديده. والعجوز صاحب المتجر بيكمل على كلام فين وبيقول لهم ان العصايه السحريه تعتبر جزء من جسم الساحر، لانها الاداه اللي بتساعد السحره على اخراج قوتهم السحريه، والعصايه بتكون مناسبه لصاحبها اللي بيستخدمها بتخليه يتحسن بمراحل كتيره في السحر. على الجانب الثاني لانس بيكون حصل على عصايته الجديده وبتكون جامده لدرجه ان صاحب المتجر نفسه بيكون مذهول من قوه لانس العصايه بتاعته. وكمان فين بيحاول يداري اعجابه الشديد عن عصايه لانس، اما دوت فمن شده الغيره عينه بتكون هتطلع من مكانها، بس المشكله ان وقتها صاحب المتجر بيروح لماش وبيقول له مش عاوز تجرب انت كمان ولا ايه؟ والله مش عارف اقول لك يا عم الحاجه، بس انت جيت على اخر واحد ممكن يشتري منك عصايه سحريه ده اخره يسلك بيها اسنانه. وفين طبعا بيكون واقف يتفرج على الموقف وهو بيقول في نفسه انه موقف مشكله كبيره، لان ماش ما عندوش قوه سحريه ومفيش اي عصايه هتختاره ولا تعبره. بس الصدمه ان ماش بيصدم الجميع وبيقول لصاحب المتجر انه هيجرب اختيار العصيان، وبيبص على عصايه سحريه موجوده في وسط ارضيه المتجر وشكلها تقيله جدا لدرجه ان الارض متكسره من حواليها، وبيسال صاحب المتجر عن العصايه السحريه دي. بس العجوز صاحب المتجر ما بيلحقش يتكلم، والعصايه بيتفاجئ الجميع وبتحطم الارضيه اللي حواليها بزياده. ولما العجوز بيقول لماش ان العصايه دي كانت موجوده في المتجر من زمن طويل، ولكن بسبب انها تقيله جدا مفيش شخص قدر يحركها من مكانها ويشيلها. وفي
وفي أسطورة بتقول إن في مياه سحرية بتنبع تحت العصاية دي، والمياه دي من الممكن استخدامها لصناعات العصيان السحرية الخارقة، ولكن في الأول وفي الآخر دي مجرد أسطورة يعني، لأن من 1000 سنة محدش كان عنده القوة أو السحر الكافي علشان يرفع العصاية دي. في الوقت ده بيتوتر دوت وفينو بيقولوا الراجل العجوز مش لازم تتحدى ماش لأنك مش هتتخيل ده يقدر يعمل إيه، وما بيلحقش العجوز يقول لهم قصدكم إيه بالكلام ده، وبنشوف ماش اللي رفع العصاية بكل بساطة والمياه السحرية تتدفق من تحت العصاية وغرقت المكان كله. طبعا العجوز بيكون هيجيله سكتة قلبية من اللي شايفه، وماش بيقوله بعد إذنك يا عم الحاج بس أنا هاخد العصاية دي، والعجوز بيقع في الأرض وبيقعد يصرخ زي المجنين من الصدمة، وبيشكر ماش على اللي عمله وبيقوله يا ابني اعتبر العصاية دي ملكك من النهاردة، وماش العبيط بيكون مش فاهم مقدار قوته واللي عمله وبيكون سعيد لمجرد إنه حصل على عصاية جديدة، أما دود بيكون مرعوب من بعد الضربة اللي خدها، ولانس ما بيكونش دافع فلوس العصاية وشكله هيغفل صاحب المتجر فيها، ولما بيخرجوا من المكان دود بيقول لهم احنا خلصنا واشترينا الحاجات اللي كنا عاوزينها يلا بقى نروح نلعب، وفين وماش بيوافقوا على كلامه بكل سعاده وبدون اي تفكير، وبتظهر ليمون وتوم وبيعتذروا على التاخير لان كان عندهم شغل في البيت ولازم يخلصوه، ومع ظهور ليمون وتوم بيبدا ماش واصدقائه في الاستمتاع بوقتهم بكل مرح وسعاده وبيروحوا يشتروا اكل مع بعض، بعدها بيروحوا المتجر ملابس وبيخلوا ماش يلبس زي مدير الاكاديميه، وليمون طبعا بتكون هتاخد نص المحل وهي ماشيه، ودود بيكون لازق فيها في الرايحه والجايه، اما فين فبيكون وحيد ومش عارف يعمل ايه، بعدها بيتصوروا مع بعض وبياخدوا صور للذكريات، وطبعا بتكون اغرب صور ممكن تشوفها في حياتك لان كل واحد فيهم بيكون في وادي تاني، وبعد لفهم ومشيهم في شارع مارشت كله من متجر لمحل كلهم بيكونوا مرهقين جدا ما عدا لانس وماش طبعا، وبينما الفريق كله مرمي على الارض ماش بيكون غارق في احلامه الورديه مع العصايه السحريه الجديده اللي حصل عليها، وبيقوم مره واحده بيقول لهم انهم بيعيشوا افضل مرحله في حياتهم الدراسيه، اما ماش فبيقاطعهم وبيقول لهم انه استمتع بصحبتهم، وكلهم بيبصوا له بسبب كلامه في وقت غريب، بس ماش بيكمل كلامه انه مخرجش مع اصدقائه قبل كده، وبيطلب منهم انهم يخرجوا مع بعض في المستقبل، فكلهم بيبصوا له بنظره اعجاب وماشيين وبيقولوا انهم موافقين طبعا انهم يخرجوا مع بعض في المستقبل، وبنروح بقى لماش اللي بيكون بيعد العملات الذهبيه اللي جمعوها وبيكون عددهم 7 عملات ذهبيه، ولانس بيقول لهم انهم يا دوب العدد اللي احنا محتاجينه علشان ندخل اختبار اختيار موهوب السماء، وماش بيقول له ان الوقت بيقرب على الاختبار، ولكن قبل كل ده في حاجه لازم اعملها، ومع تعجب لانس بماش اللي عاوز يعمل حاجه قبل الاختبار على عكس المعتاد بنعرف ان ماش عاوز يروح لمنزله اللي في اعماق الغابه، فلانس بيقول له عاوز تروح المنزل دلوقتي من بين كل الاوقات شكلك بتهزر معايا صح، وماش بيقتنع بكلامه بيقول له عندك حق انا لازم افضل في الاكاديميه اللي بعد الامتحان، وما بيكملش ثانيتين وبيقول له بس لازم يروح يزور منزله الاول، ولانس بيسكت علشان ما يشدش في شعره وبيساب ماش، على الجنب الثاني بنشوف اوتر واللي بيكون قاعد بيتناول الغداء مع شخص من الواضح انه مهم، واوتر بيقول للشخص ده ان ماش اللي بدون سحر عايز يبقى موهوب السماء والموضوع ده مستحيل يحصل وانا على قيد الحياه، وبيكمل اوتر كلامه بينما الشخص الثاني قاعد بياكل بهدوء وبيقول له ان مدير الاكاديميه بقاله كتير في منصبه وقراراته بدات في الانحدار، علشان كده اللي بيمتلك السلطه زينا كده لازم يوقفوا قراراته الغبيه قبل ما تظهر للناس، فالشخص ده بيقول له معنى كلامك ان مهمتي هي افساد اختبار ماش، فاوتر بيقول له اسمح لي اكمل كلامي، وبيقول له انت مهمتك هي التاكد من ان ماش مش هيقدر يشارك في اختبار موهوب السماء، وبنكتشف ان الشخص اللي اوتر بيتكلم معاه ده هو مرغ حاكم مسكن اوغا، وبيتكلم مرغ وبيقول لاوتر شكل الموضوع خطير للغايه علشان كده جيت لي بالمهمه دي، ولكن زي ما انت عارف حبيب قلبي انا ما بمشيش على ايقاع او اوامر اي حد، وكل اللي بيهمني هو شيء واحد بس وهو الانقضاض على الفريسه، فاوتر بيقول له خلي بالك علشان مش عاوز اي غلطات تحصل وما تستهينش بماش لانه هزم ابيل حاكم مسكن لانج، فمرغ بيقول له ياه ابيل ده كان معاه مولات كتير جدا فما توقعش انه يخسر بالسهوله دي، وبيكمل كلامه بيقول لاوتر ان عدد العملات ابيل مش دليل على قوته وممكن يكون ماش ضعيف اصلا وابيل اضعف منه، بس اوتر بيصدمه بيقول له ان ماش هزم ابيل اللي بيستخدم تعويذاته السحريه بدون ما يستخدم السحر، وبيتصدم الراجل ده اول ما بيسمع الكلام ده والاكل بيقع من ايده، فاوتر بيطمنه بيقول له ما تقلقش وسيب حمايتك عليا وعاوزك تتحول لوحش ضد ماش، بعدها بنشوفه قاعد بيعزف موسيقى على البيانو ووسط عزفه اتباعه بيكونوا متوترين منه وبيستمر في العزف، وبعد مده بينتهي من الموسيقى اللي بيعزفها وبيكون شكله مخيف لدرجه ان اتباعه بيترعبوا منه، وبنروح لاعماق الغابه ونشوف منزل ماش اللي وحشنا كلنا، وفي قلبه بيكون ماش واقف وابوه العجوز ماسك في رجله وهو بيبكي لان ماش نجي من وسط وحوش الاكاديميه، وبيتكلم الشرطي براد مع ماش وبيقول له انت كويس ولا ايه جابك، فماش بيتوتر بيقول له بصعوبه بعد ما تحول لروبوت ان وجوده في الاكاديميه كان سهل جدا، وماش بيعرفهم انه كان عنده وقت فاضي فقرر انه يزور المنزل بتاعه، فابوه اللي لسه ماسك رجله مش ناوي يسيبها بيقول له انا سعيد انك بخير يا ابني، وفي الوقت
بدأ نفسه يستمر في تدمير النظام الاجتماعي، ومرة واحدة أصدقاء ماس بيقتحموا المنزل واحد ورا التاني، والعجوز أبو ماس بيقف في صدمة وبيصدقش اللي عينه شايفاه. ومع استغراب أصدقاء ماس وتصرفهم بيقول لهم هو بيبكي من شدة السعادة، أنتوا أكيد أصدقاء ابني ماس. وبيفضح ماس وبيقول لهم أنا مش مصدق إن ابني ماس بقى عنده أصحاب أخيرا، وبيعرفهم إنه ما كانش بيسيبه يخرج ويشوف العالم بره الغابة. فبيقطعوا دوتو وبيقول له ثانية يا عم الحاج، بس إحنا مش أصدقاء ماس، إحنا معقدين أكتر من كده. وبيقول له إنهم منافسين ماس، ودود بيتفخر إنه أقوى منافس لماس. واضح والله يا ابني، ده أنت كنت لسه متكسر على إيده من دقيقتين. المهم أبوه اللي المفروض يكون متضايق من دود بيكون سعيد لأن ماس حصل على منافسين ليه. وطبعا ليمون مش بتسيب الفرصة من غير أي تلزيق، وبتتكلم مع أبو ماس وبتقول له أنا زوجة ماس المستقبلية وسعيدة إني قابلتك. طبعا أبو ماس بيصدق وبيقول لها هو ماس ابني بقى ليه خطيبة كمان، يا دي السعد يا دي السعد. بس ليمون بتوقفه وبتقول له إن إيدهم لسه ما لمستش إيد بعض حتى، وما زالت علاقة صداقة نقية. كل ده ودوت اللي كان هيموت علشان ينقذ ليمون في الماضي بيكون واقف وقرب يتحول لحجر من كتر الصدمة. وهو بينقذ فين الموقف بيقول لأبو ماس ما تقلقش يا عمي لأن ماس كويس في الدراسة وفي المدرسة. ودوت بيقول له إنه جايب حاجة بسيطة كده معاه وبيديله شوية شاي مصنوع من الأعشاب. بس لانس بيقول له بطل كد بياض، ده أنت جايبه من الحاجات دي. وهو بيدي لأبو ماس حاجات عليها صورة بنت، فأبو ماس بيسأله مين دي، فلانس بيقول له بكل بساطة إنها بتاعت أخته. وماس بيلحقه وبيوضح لأبوه إنه عنده عقدة الأخت وما بيفهمش في الحاجات التانية، وبياخد جنبه يتفرج على السيرك اللي اتفتح في بيته وفين بيكون واقف جنبه. فأبو ماس بيقول له إن كلهم أطفال غريبين الأطوار، وفين بيقول له طبعا يا عمي. فأبو ماس بيقول له من الواضح إنك بتتعامل معاهم بسهولة، وفين بيقول له طبعا ده مطلعين عين أهلي. وأبو ماس بيقول له لكن أنا ما كنتش بخلي ماس يخرج من البيت في الماضي، وعلشان كده ما كنتش بقدر أحلم إنه يكون عنده أصدقاء كويسين زيكم. وفين بيبص له بذهول، وأبو ماس بيكمل كلامه وبيعرفه إنه بيتمنى الأيام دي تستمر للأبد. ولما فين بيسمع كلام أبو ماس بيدرك حاجة غريبة وبيقول له إنه متأكد إنها تستمر. في خارج المنزل وتحديدا في وسط الغابة بنشوف مجموعة من الصحراء طايرين في الجو، وبنكتشف إنهم مرغي وأتباعه، وبيعرفهم مرغي إنهم ما يهتموش بأي حاجة ويسقطوا ماس مهما كان التمن، وبيقول لهم إنه يعمل كده لأن ماس هزم قبيل ويتحدى الأكاديمية كلها، وعلشان كده مش يقدر يسيبه ياخد راحته في الأكاديمية بسهولة. وبيقطع كلامه المستفز هجوم بيستهدفهم وبيخليهم ينزلوا من على المقاشات السحرية. وبيظهر الشخص اللي عمل كده وبيقول إنه بقى شغال حارس دلوقتي ولا إيه. فالشخص ده بيرد عليه إنه كان معدي بالصدفة من هنا وسمع شوية أصوات قذرة وهي بتضحك، وبنعرف إن الشخص ده موهوب السماء راين. على الجانب التاني بيكون ماس وأصدقاء بيلعبوا في المنزل ومستمتعين بوقتهم. في الآخر بنعرف بقى إن قبل شوية سنين كده في بطولة اتعملت بين المدارس السحرية المتوسطة، والهدف من البطولة كان اكتشاف مواهب الشباب مستخدمي السحر اللي عمرهم يتراوح بين 13 سنة و 15 سنة. ومستخدم سحر واحد قدر إنه يتغلب بمفرده على جميع المنافسين التانيين بسهولة. وبسبب إن السلطات شكت في فوزه عليهم بالسهولة دي عملوا معاه العديد من التحقيقات واكتشفوا إنه خالف القواعد. هو كذب لما قال لهم على عمره، وعمره الحقيقي كان 9 سنين بس، واسمه هو مرغت الحاكم المستقبلي لمسكن أوركا. وبنرجع لمرغت اللي بيقول لراين إن بسبب تواجده هنا فمش هيقتل ماس لوحده، لا ده كمان هيضطر إنه يقتله مع ماس رغم إنه موهوب السماء في المدرسة. وبيستعد راين ومرغت لبدء المعركة واشتعلها، ولكن بنتفاجئ إن مرغت قاعد يعزف على البيانو بتاعه وبيكون مندمج مع العزف، وراين واقف وبيفكر يعمل إيه مع المجنون ده. وبعد ما مرغت بيخلص عزف راين بيقول هو المفروض إن مرغت يقعد يعزف وسط الغابة ويسيب المعركة عادي، ولا ده إيه اللي بيحصل ده؟ وبيقطع مرغت اللي بيقول إنه مش كل السحر الأقوياء بيسعوا إنهم يحصلوا على لقب موهوب السماء، لأن ده مجرد لقب في النهاية، وأنا كنت عاوز أحصل على القوة النقية والجبارة. وإنت يا راين دورت على المكانة والألقاب اللي ملهاش لازمة. وبيبتسم مرغت بخبث وبيقول له حاليا أنا فضولي وعاوز أعرف مين بينا هو الأقوى. وبيمسك كل واحد فيهم عصايته السحرية وبيطلق راين سيفه القاطع على مرغت، ومرغت بيطلق تعويذة عبارة عن أصوات، ومع صدام الاتنين ببعض بيحصل انفجار ضخم في المكان. في الوقت ده ماس وأصدقائه بيكونوا لسه بيلعبوا ومش عارفين إن في معركة ضخمة جنبهم في الغابة. وبنشوف دوت اللي بيحصل على رقم 67 في اللعبة وبيتحكم عليه إنه يخسر 5 ملايين لأن في ساحرة خدعته. وطبعا دوت بيكون متضايق ومش مصدق لأن اللعبة دي عارفة شخصيته العبيطة بالظبط. وبعده بيجي الدور على ليمون اللي بتحصل على رقم 25، والحكم بتاعها بيكون إنها تتسجن بسبب الشخص اللي بتحبه. فلانس بيقول لهم إن اللعبة دي ملهاش لازمة ومش لازم نتصدم لأنها مش هتتوقع مستقبلنا طبعا. وما بيلحقش يكمل كلامه والحكم بتاعه بيقول له إن أخته الصغيرة بتقابل حبيبها في المنزل، وكعقاب ليها هيرجع لنقطة البداية. ولانس من الصدمة بيخبط في الحيطة وبيكسرها. أما فين بقى بيحمد ربنا لأنه كسب 100 عملة مقابل إنه رجع حاجة مسروقة للشرطة. وأخيرا بيجي الدور على بطلنا ماس اللي بيحرك النرد وبيحصل على رقم 98، وبيكون الحكم بتاعه مفاجئ جدا لأن اللعبة بتقول له إنه ما ينفعش يستخدم السحر وهيتم طرده منها. وماشي عين
لان دماغه بتعمل ايرور من الصدمه وما بيقدرش يتكلم، وباقي اصدقائه بيقعدوا في صدمه لحد ما دوت ما بيقدرش يمسك نفسه من الضحك لان اللعبه اخيرا انتهت. وطبعا دوت بيكون بيبكي بسبب الحكم اللي فكره بالماضي، وبيحاول يبين لاصدقائه انه بيضحك. وليمون بتفضل تشتم في اللعبه اللي دخلتها السجن من هنا لاخر السنه. اما لانس فما بيقدرش يتكلم من الصدمه اللي طيرت دماغه خلاص، ومعه صراخ دوت وليمون في المكان كله. فين بيكون واقف بيتفرج عليهم وعلى غبائهم المعتاد، بس بيجي في دماغه انه لازم يخلي ايامهم الجميله مع بعض تستمر، وبيفتكر كلام راين ليه وبيقول له ان الكلمات بتكتسب قيمتها بالعمل والجد والتعب، وانه لو ما اتدربش فكلامه واهدافه اللي عاوز يحققها دي ملهاش اي قيمه. واسامه هو باصص لماش وباقي اصدقائه بيقول في نفسه انه هيعمل اي حاجه مقابل ان ايامهم مع بعض تستمر. وبنرجع للمعركه اللي محتدمه في قلب الغابه، وبنشوف مارغت اللي مستمر في توجيه العديد من التعويذات السحريه على راين، والتعويذات دي بتاثر على راين وبتحيط بيه من كل مكان. ولما راين بيكون لسه هيهاجم على التعويذات بتاعته، مارغت بتتصدى ليها. مارغت بيتكلم معه بيقول له ما بنصحكش انك تتحرك من مكانك او تهاجم التعويذات، لانها بمجرد تحركها تنفجر وتقضي عليك. وبيكمل مارغت كلامه مع راين وبيقول له انت عارف ليه احنا كصحراء بندور على الاثاره والفن والحب، على الرغم من ان كل الحاجات دي مش ضروريه علشان نعيش حياه طبيعيه؟ الاجابه سهله جدا، وهي لاننا ما بنحبش نشعر بالملل اللي بيموت مشاعرنا وحياتنا، واحنا بنعيش حياتنا بانفعال وتهور علشان نشعر بالاثاره. بس انت يا راين ضعيف جدا، وكمان بتتدخل في تصرفاتي وعاوز تمنعني، وانت بتخليني حاسس بالملل في كل لحظه بقضيها معاك في المعركه، وانا مش عارف ازاي شخص زيك بقى واحد من موهوبين السماء. وفي النهايه مارغت بيقول راين خليك لطيف واستسلم في المعركه، لاني عاوز اقتل ماش بس، ومش عاوز اقتل واحد ضعيف زيك. في اللحظه دي راين بيقول لمارغت بغضب ان ماش وقح جدا لانه عاوز يغير راي العالم السحري كله. ومارغت اللي بيكون واقف ومش فاهم ايه علاقه ماش وكلامه بالمعركه اللي بينه وبين راين دلوقتي، وسرعان ما بيلاحظ ان راين اسلوبه وحالته القتاليه اتغيرت. وبنروح لديوان السحر وبنشوف الموظف نيري اللي بيقول ان مارغت مشهور جدا، وكمان شهرته قريبه من شهره موهوب السماء راين، وهما الاثنين اقوياء جدا. بس مارغت ما كانش مهتم بلقب موهوب السماء على الرغم من ان مهاراته وقوته مذهله جدا. وفي النهايه موهوب السماء راين هيخرج من المعركه وهو مصاب اصابات خطيره، فبيضحك مدير الاكاديميه وبيقول للموظف ان راين ممكن يكون منعزل عن العالم ولكن دايما بيهتم بالاشخاص التانيين وبيتابع قوتهم. والمدير بيقول للموظف بالمناسبه بقى ايه اللي انت تعرفه عن العلامات السحريه؟ فالموظف بيعرفه ان عدد الخطوات بيزيد كل ما القوه السحريه بتاعت الشخص بتزيد. فالمدير بيعرفه انه كلامه مظبوط 100%، وبيعرفه ان في اكاديميه استون السحريه من مئات السنين كان في عدد كبير من اصحاب الخطوط السحريه المزدوجه، ولو كانت خطوط السحر المزدوجه بتمثل الموهبه في القوى السحريه اللي بيمتنع بيها السحره، فاما اصحاب الثلاث خطوط بقى دول بيكونوا الاشخاص اللي ربنا اختارهم واعطاهم القوى السحريه النهائيه. في الوقت ده بنرجع لمارغت اللي بيكون مذهول من اللي عينه شايفاه، وبيكون المدير بيكمل كلامه ان اصغر ساحر اكتسب الثلاث خطوط هو موهوب السماء راين. ومع صدمه الموظف بنشوف راين اللي بيظهر له الخط الثالث على وشه، وبيقول لمارغت انه هيمنع اي حد يحاول يأذي ماش، وهيساعد ماش انه يختار فرصته ويحقق احلامه. بينما في بيت ماش بنشوف ماش وهو بيتحكم عليه في اللعبه انه بدون سحر هيطرد من اللعبه واللعبه تنتهي. ومع توتر ماش اللي مش عارف يغير مصيره حتى في قلب اللعبه، دوت بيتريق عليه وبيقول له دي المره الثانيه اللي اللعبه طردتك منها. وليمون التقيل بيقول لماش غور بقى من وشي علشان اعرف العب. ولانس بيكون فاقد الامل في ماش اللي مش عارف يعدي المستوى الاول في اللعبه حتى. اما فين بيقول انه اول مره يعرف ان اللعبه دي بتخلص اصلا. وماش اللي الدنيا كلها دايسه على وشه ومش عارف يقول لاصدقائه بعد ما بوظ اللعبه بتاعتهم، وبيقول لهم في صمت انه يخرج يتمشى دقيقه ويرجع. ومع خروج ماش من باب البيت دوت وليمون بيستغربوا وبيحسوا بالذنب بسبب كلامهم، ودوت بيقول ان اكيد ماش بيتحسر من جواه وقلبه بيتقطع دلوقتي. وفين بيقول لهم انه مالوش ذنب باللي بيحصل في اللعبه. وليمون بتعرفهم انها لو كانت مكانه كانت هتبقى متضايقه بسبب ان العالم كله بيكرهها، وبيكونوا خايفين على ماش ليعمل حاجه في نفسه ولا يطق له عرقين ولا حاجه. في اللحظه دي بنروح لماش وبنشوفه بيجري بسرعه جنونيه في الغابه، بعدها بيقف مره واحده وبيتاكد ان مفيش حد هيقدر يلاقيه، وبيطلع من معاه فطيره ضخمه كريميه كده وبيقول بما اني لوحدي فالفطيره دي كلها بقت بتاعتي، وبيقف يتفرج عليها وهو دايب في جمالها. في الوقت ده بنروح لارض المعركه وبيكون الوضع موتر جدا بسبب موهوب السماء راين، وبين مارغت اللي بيكون واقف وبيفكر في الخط الثلاثي اللي عند راين، وان بامتلاك راين للخط الثلاثي على الرغم من انه في نفس عمر مارغت فدي نعمه من عند ربنا. وبيفتكر مارغت تعويذه الصوت بتاعته هتصنع سلسله من الانفجارات اول ما راين يستخدم السحر، ومع ان راين عنده ثلاث خطوط الا ان التعويذه هتسبب له ضرر كبير جدا. وبيقطع حبل افكاره راين وهو بيقول له ان اوتر هو اللي خلاك تعمل كده، وراين بيعرف ان مارغت اللي بيسمع عنده من زمان ما بيهتمش بالمدرسه واللي بيحصل فيها، واكيد وجودك هنا وكل اللي بيحصل ده بسبب تدخل اوتر وتصرفاته الجنونيه. فمارغت بيقول وهو متوتر استنى يا عم انت دماغك خليتك تستنتج ايه؟ انا جيت هنا بارادتي علشان اقضي على ماش. في اللحظه دي ماش بيكون واقف ورا واحده من الاشجار وبيتجسس
على كلامهم مش في دماغه اصلا. بس لما رايان بيقول لمارغريت ان ماش اللي انت عاوز تقتله ما بيعرفش يستخدم السحر، ماش بيبدا يركز مع كلامهم والمحادثه اللي بتدور بينهم، وبيكمل رايان كلامه وهو مش واخد باله من وجود ماش، وبيقول ان ماش ملوش حق في عالمنا وهو مجرد حساله، واي حد هيتولد زيه واكيد هيكون غيران من مستعمل السحر، وهيندم على ولادته بدون سحر وهيكره العالم السحري كله. وهو ده اقل شيء متوقع من شخص اتولد بدون سحر. بس في الحقيقه ماش ما فكرش بالطريقه دي ابدا، لانه بيقاتل علشان يغير مصيره المحتوم بدون اي ذره ياس. في الوقت ده بيعم الصمت المكان، ومارغريت ما بيؤيدش راين على الكلام ده، فراين بيقول له انا عارف انك مجرد جبان ما بتهتمش غير بنفسك، مستحيل تفهم كلامي اصلا. فمارغريت بيقول له خطابك جميل جدا طبعا، ولكني مش بهتم بكلامك. في اللحظه دي بيكون اتباع مارغريت بيتفرجوا على اللي بيحصل ومتفاجئين، لان مارغريت مش خايف رغم انه بيواجه شخص عنده 3 خطوط سحريه. وبنكتشف منهم ان مارغريت مش مغرور بقوته، لانه وزع عملات على المسكن بتاعه وقال لهم انه مش مهتم يبقى موهوب السماء. وعلى الرغم من ده قدر يجمع حوالي 10 عملات ذهبيه من الطلاب الاكبر منه، وحطم رقم قياسي في الاكاديميه كلها. وبتوقعوا انه مهما حصل فراين هيخسر المعركه، لانه اول ما يستخدم السحر بتاعه تعويذه مارغريت هتتفعل وتنفجر فيه. وبنعرف منهم ان كميه الطاقه السحريه مش اهم حاجه في الساحر، وان المهارات مهمه جدا برضه، وكل مهارات وتقنيات مارغريت تعتبر من الدرجات الاولى. في اللحظه دي مارغريت بيغمض عينه وبيتخيل انه واقف على المسرح ومع البيانو بتاعه، وفي ناس كتير عاوزه تسمع العزف بتاعه. وبكده طبعا عرفنا ان مارغريت مصاب بجنون العظمه، ومارغريت بيقول انه بيسمع صوت هتاف دوما، وبيبدا في العزف هو واتباعه على الادوات الموسيقيه المختلفه. وبنشوف تعويذته بتهاجم على راين، ومارغريت بيقول لراين انت خلاص كده خسرت المعركه بعد التعويذه دي. بس بنروح للموظف اللي بيسال المدير عن الخط الثالث وايه الميزه بتاعته يعني. فالموظف بيكون شايف ان الخط الثالث والخط الثنائي مختلفين عن بعض اساسا، فالمدير بيضحك وبيقول ان اصحاب الخط الثالث ربنا بيختارهم، وطبعا بيكون عندهم قوه اكبر من اصحاب الخط الثنائي، بس انهم يقربوا من بعض في كميه القوى السحريه ده شيء صعب جدا، لان اصحاب الخط الثالث بيقدروا يستخدموا العصايه السحريه ويحولوها لشكلها الحقيقي. فالموظف بيقوله مش فاهم حاجه، ايه هو شكلها الحقيقي؟ فالمدير بيقول له ان معروف ان السحر نعمه من ربنا، فقوه الصحراء اصحاب الثلاث خطوط بتمكنهم من الحصول على قوه اضافيه داخل العصيان السحريه، والقوه دي بتساوي قوه واحد من اسياد السحر. في الوقت ده بنشوف موهوب السماء راين اللي بيطلق قوه سحريه مهوله وبيحطم بيها جميع التعويذات السحريه الخاصه بمارغريت واتباعه. في اللحظه دي مارغريت بيموت من الرعب، لان راين ابعد جميع تعويذاته السحريه بدون ما تنفجر. وهو بيستحضر راين قوه اريوس سيد الحرب، وبتتحول العصايه السحريه بتاعته لرمح شكله خرافي جدا. وبينما راين واقف بكل فخامه، بيكون مارغريت واقف زي الكتكوت المبلول، وبيلاحظ ان عصايه راين اتغيرت وتحولت لصولجان السيف، وبيفهم مارغريت ان اسم راين موهوب السماء الحربي ما جاش من فراغ. وفي نفس اللحظه راين بيقول له كش ملك، يعني المعركه هتنتهي بخسارتكم. ولما راين يدوب كده بيحرك ايده بتظهر تعويذه من السحر الاسود كفيله انها تدمر بلد. اما المعلم مارغريت اللي كان بيتباهى بقوته وبيترعب من المنظر اللي هو شايفه، بس سرعان ما بيستخدم تعويذه اجراس الدرع الدفاعيه، ولكن تعويذه راين بتقسم تعويذه مارغريت بقوتها المهوله، والغبار بيملى المكان كله. ومع اختفاء الغبار بنكتشف ان الارض اتقسمت لنصين هي كمان. ولما راين بيكون على وشك الرحيل، بيخرج ماش اخيرا من بين الاشجار وبيقول راين ان المفروض يشكره على اللي عمله معاه. فراين بيقول له مفيش حاجه تشكرني عليها، انا بس كنت بلعب شويه مع ارنب في الغابه. فماش بيقول له ايه الجديد، ما انا عارف اصلا. وراين بيقول له ان من هو صغير ما بيعرفش يشجع حد، ولكنه بيقول لماش انه على وشك دخول تحدي ملوش مثيل في العالم كله، ولو فشل في التحدي ده فهيتم اعدامه، وعلشان كده لازم ينتصر في التحدي ويثبت قيمته بجداره. ماش طبعا مش في دماغه، بيقول له طيب طيب. بعدها راين بيلف وشه بيقول ابقى افتكر كلامي كويس، وهامشي انا بقى علشان في ارانب لازم اطمن عليها. وماش بيقول له انا كنت عارف انك من محبين الارانب والله. في الوقت ده بنشوف قطرات من الدماء بتسكت على الارض، وبيكون مارغريت شايل واحد من اتباعه وبيفضل يشتم فيهم بسبب اهمالهم وعدم تركيزهم في المعركه. وبيفكر مارغريت مع نفسه في راين والثلاث خطوط اللي عنده، وكمان في العصايه اللي بقت عملاقه وضعف قوه راين السحريه، حتى ما كانش محتاج يستخدم تعويذه ثانيه علشان ينهي المعركه. وبيقول مارغريت انه ما كانش عنده مانع يستمر في المعركه، بس كان لازم ينقذ اتباعه الاثنين. في الوقت ده بيتكلم تابع مارغريت وبيقول له انه كان ممكن يستمر في المعركه ضد راين صاحب الثلاث خطوط بتعويذته الثنائيه، وبيعتذروا له لانهم خسروا في المعركه بسبب اخطائهم. فمارغريت بيقول له ولا يهمك، انا عارف ان المعركه الافضل هتكون في النهايه. بعدها ماش واصدقائه بياخدوا اجازه نهايه الفصل الدراسي وبيعملوا اللي هم عاوزينه، وبنشوف مجموعه من العملات الذهبيه واقفين بيكون قاعد قدامهم، وبيمسك واحده فيهم وبيفتكر ان ماش وزعها عليهم وادى لكل واحد 3 عملات، وبيفضل فين يبكي ويعيط زي الستات المطلقه، وبيفضل يعتذر وبيقول انه مش هيقدر يشارك. على الجانب الثاني بنشوف لانس قاعد قدام الدفايه وماسك صوره اخته وبيتكلم معاها زي المجانين، وبيقول لها استني يا اختي حقك عليا قبل قريب. اما دود بقى فربنا يكون في عونه، لانه من شده
الحماس ما بيكونش عارف ينام وكأنه تحول لشبح، وبيقوم يتأكد من الحاجات بتاعته وبيرتبها من هنا لتاني يوم الصبح. أما ماش فبيكون قاعد مع أبوه في البيت وبيحقق أول وتاني وتالت حلم ليه، واللي هو أكل فطيرة الكريمة باستمتاع بكل سلام، وأبوه بيتكلم معاه. وطبعا ماش بيبص له وهو ماسك الفطيرة وحاططها في بقه ومش قادر يسيبها، وأبوه بيتكلم وبيعرفه إنه سمع إن الأكاديمية اكتشفت إنه ما بيعرفش يستخدم السحر، وأبوه بيكمل كلامه إنه كمان عرف إنه يتعاقب لو ما نفذش طلباتهم، وبيحط الكوباية اللي في إيده على المكتب وبينحني. أبو ماش العجوز بيقول لماش إنه آسف جدا لأن كل اللي حصل ده بسببه، وبيبدأ في جلد ذاته وبيقول لماش لو إنه وفر له حياة طبيعية من وهو صغير أو خلاه يعيش حياة كويسة كان ممكن يتخطى مشاكل المجتمع من الأول. وماش بيقطعه وبيعرف إنه سعيد باللي هو فيه دلوقتي لأن في أشخاص زي أبو العجوز بيهتموا بيه وبيخافوا عليه. وكمان ماش دخل المدرسة حتى لو لفترة قليلة، بس قدر يكون العديد من الصداقات، وفي النهاية طبعا طالما بيكتر من كتر أكل الفطائر فيكون سعيد جدا. وماش بيشكر أبوه على كل اللي عمله علشانه، فأبوه بيقول له تمام أنا كده اتأكدت إني بربي راجل، وبيطلب منه إنه يرجع للبيت بأمان. وبنعرف بقى إن الطريق للحصول على لقب موهوب السماء بيكون على 3 مراحل، أول مرحلة وهي جمع العملات الذهبية، والمرحلة الثانية هي اختبار المرشحين وده اللي ماش وأصدقائه يدخلوه، أما المرحلة الثالثة فهي اختيار الشخص المناسب والأخير للحصول على لقب موهوب السماء. وعلشان تتأهل للمرحلة الثانية لازم يكون معك 5 عملات أو أكتر، وتم تقديم وقت الاختبار، فتلات عملات ذهبية هتكون كفاية للتأهل للاختبار. وبنشوف بقى الأشخاص المشاركين اللي معهم 3 عملات، ومنهم بيكون مور من مسكن لانج، وبون من مسكن أوركا، ويدولب من مسكن لانج، ويلابلنس من مسكن لانج برضو، وأوريو من مسكن إدلر، وطبعا دويت من مسكن إدلر برضو. وفين اللي مرعوب من خياله؟ بيكون في واحد اسمه لو يانج من مسكن أوركا معاه 4 عملات، وبيقول المذيع بتاع الاختبار إن السحر هو جوهر المجتمع ويمثل كل شيء بالنسبة لينا كبشر. أما لانس فبيكون معاه 5 عملات، وبيكمل المعلق كلامه إن الأشخاص اللي بدون سحر ما يستحقوش إنهم يتعاملوا زي البشر العاديين. وبنشوف مارغيت من مسكن أوركا بيكون معاه 5 عملات، والمعلق بيصيح إن المستعملين بتوع السحر الموجودين في الاختبار هم من قمة المجتمع ومن عين أعين البلد. في الوقت ده بنروح للمدير اللي بيقول إن مارغيت هيشارك في الاختبار السنة دي، ومش شكله هيواجه العديد من المصاعب والصعوبات وكل المشاكل. وأخيرا بينادي المعلق على ماش واللي بيكون معاه 7 عملات ذهبية بحالهم، وبيطلب المعلق من جميع المتنافسين إنهم يدخلوا للساحة. على الجانب التاني بيكون ماش في طريقه للحلبة وهو مش مهتم بالمعلق واللي بيقوله، وأثناء طريقه بيتفاجئ بأوتر واقف وشه، وبيقول أوتر لماش إن البشر معروفين بالقوانين، وماش بيبص له بغضب وهين عليه يمسكه يرقعه علقة بس بيمنع نفسه. وأوتر بيعرف ماش إن وجوده بيزعج النظام كله لأنه مش بشري زيهم وإنه مجرد حشرة صغيرة بيدوسوا عليها عادي، وبيقول له الكراهية تخرج من عينه إن طالما أنا موجود هنا ماش فمستحيل أسيب العالم يفهم قيمتك الحقيقية. وماش بيكون غاضب جدا وعضلاته بتبدأ في الظهور من شدة الغضب، ولكن عضلاته بتقول ان اوتر مش قصده الكلام اللي بيقوله ده. وماش بيكون في العالم الموازي وبيبدأ يتكلم مع عضلاته وبيشكرهم وبيقول لهم انه هيفضل قوي فصباح الفل يعني. ولما اوتر بيكون على وشك الرحيل ماش بيلبس هدومه وبيقول لاوتر انه هيمنع مخططاته بكل ما يمتلك من قوة، وبيسيبه وبيتوجه لساحة الاختبار. ومع دخول ماش لارض الاختبار الجماهير وباقي الطلاب بيتفاجئوا لان ماش ما بيعرفش يستخدم السحر وبيشارك في اختبار موهوبين السماء. هو بيبدأوا في الصياح وبيطلبوا من ماش انه يرجع على بيته لانه حشره وما يستحقش يبقى في المكان ده. ومع اصوات الجماهير اللي بتطالب برحيل ماش من ساحه الاختبار ماش بيفضل واقف مكانه في صمت. فايه هو مصير ماش في الاختبار ده؟ بنروح لماش اللي بيكون واقف وسط الساحه، وبيبدا المتنمرين في الهتاف على ماش وبيطلبوا منه انه يرجع بيته. وفي واحد من المتقدمين للاختبار بيقول لهم على كده اي لازمه الاختبار بقى لو ماش هيدخل فيه؟ ده المفروض نروح للبيت ونجيب الناس اللي بدون سحر يكملوا الاختبار بدلنا، اكيد في غلطه بتحصل يا جدعان. في الوقت ده فين بيكون واقف مكانه مش عارف يتصرف وينقذ ماش من الموقف ده ازاي، ودوت ولانس بيكونوا متضايقين وبيزعقوا مع الطلاب والجماهير. وفين بيفكر ان حياه ماش كلها بتعتمد على نتيجه الاختبار ده، واكيد ماش دلوقتي مضغوط بشكل كبير جدا ولازم اشجعه واخليه ما يسمعش للمتنمرين دول. وبيروح لماش وبيقول له ما تركزش مع كلام الناس العبط دول، وما بيلحقش يكمل كلامه بيلاقي ماش بيقول له انه عاوز يروح للبيت. وفين لاول مره بيتصدم من ماش اللي بيكون صريح جدا في كلامه وبيقول له ما اقدرش الومك انا لو كنت مكانك تحت الاستهزاء ده كنت اتبخرت وانا واقف. وعلى الرغم من ده بيستعد المرشحين ال12 لبدء اختبارات موهوبين السماء، وبيكون اسم اللعبه والتحدي اللي يدخلوا فيه هو الاقصاء، واحسن طريقه للفوز في لعبه الاقصاء هو النجاه لاطول فتره ممكنه، لان التحدي بيكون في الحقل المميت اللي غالبا هيطردوا فيه القتله ويحولوا يقبضوا عليهم. وهتكون القواعد بسيطه جدا وهي البحث عن المفتاح المخفي والهروب من الحقل المميت. وفين اول ما بيسمع كده بيقول ياه اخيرا اختبار مش خطير ومش هيموتني في اول دقيقه، بس بيكون في شعور مخيف جواه ولكن سرعان ما بنعرف
بنعرف ان المفتاح موجود في قلب مرارة السمكة الغاطسة المفترسة، والطريقة الوحيدة للحصول على المفتاح هو تفجير المرارة دي زي البالونة باستخدام السحر كده. هو بيكون فين مستريح جدا وبيحاول يداري شعور الخوف اللي جواه، بس اول ما المعلقة بتقولهم انهم لازم يهربوا من 3 اشخاص قاتلين طول الطريق، فين بيعيط من الرعب بيقلبها صياح، ومع ان الاكاديمية كلها بتتفرج عليه الا ان فين من الخوف بيقع على الارض وبيفضل يعيط. وبنعرف انه طبعا لازم ينجح في تحدي الاقصاء علشان يوصل للاختبار الحقيقي، وطبعا كل تصرفاتهم هيتم عرضها للجمهور، واللي هيغش في التحدي هيتعمل فطيرة كريمة. وبتعلن المعلقة عن بداية التحدي، وسط تركيز ماش وباقي المرشحين بيتفتح الباب بتاع الحقل المميت، وبيبدأ المرشحين اللي منهم ماش في الدخول واحد ورا التاني، وطبعا فين بيفضل على الارض في امل انه ينجو بحياته. ومع دخول المرشحين جوه الحقل بيتفاجئ الواد اللي كان بيستهزئ بماش، لانه واحد من القتلة اللي بيكون ماسك سطوره وبيظهر جنبه وبيهجم عليه، ولما بيحاول المرشح انه يضربه بالسحر القاتل ما بيتأثرش خالص، والمعلقة بتقول لهم خلوا بالكم لان القتلة ما بيتأثرش بالسحر والهجمات السحرية. وطبعا القاتل بيهجم على المرشح وبيقسمه نصين بكل هدوء، وبنعرف ان اول ما القاتل بيضرب المرشح هيتم نقله خارج الحقل وهيخسر التحدي، بس شعور الالم هيفضل موجود. بينما فين اللي عمال بيسمع كلام المعلقة بيفضل يندب حظه اللي دخله الاكاديمية بتاعت السحر، ودود بيقول له يا اسطى السرجل كده وكل اللي هنعمله هو الهروب من السفاحين وقطاع الطرق اللي واكلين مال اليتيم دول، وهندور على المفتاح الخروج وبس كده يا سيدي. هو بيلحس يكمل كلامه وبيعرفوا ان في واحد تم استبعاده من المرشحين، ولانس بيلاحظ ان مفيش اي تلميح او ملاحظة عن مكان القتلة، وهيفضلوا يتحركوا وهم مش عارفين حاجة داخل الحقل علشان مجرد مفتاح ملوش اي 60 لازمة. ومع ده الا ان في استراتيجية لحل التحدي لسه ما ظهرتش حاليا، وبيقول واحد من المرشحين ان الامتحان ده هدفه انهم يعرفوا ازاي المرشحين يستخدموا السحر للهروب من المرشحين. والمعلقة بتأكد على كلامه وبتقول للجميع ان القتلة مجرد وهم مصنوع من سحر قوي جدا لتحديد قدرات المرشحين، والشيء اللي هيعملوه لما يواجهوا خصم فتاك لا يمكن انهم يهزموه، وبتقول لهم ان افضل حاجة في المواقف دي هي التراجع والهروب بحياتهم. والتحدي ده عبارة عن تحدي لتحديد قدرتهم على الهروب من الخطر والطريقة اللي هيستخدموها علشان يهربوا. وعلى عكس المتوقع دود بيزعل ان التحدي مش عاجبه، اما فين فلسه مفكر نفسه في عزه وعمال يعيط، وبيبدأ الجمهور في الاستهزاء بقوة المشاركين في التحدي لان في واحد من المرشحين خسر في اول دقيقة. وبيقولوا ان في السنة اللي فاتت موهوب السماء راين هو اللي كان في الاختبار، ومستحيل يقارنوه بالفاشلة دول. في الوقت ده المعلقة بتقول بأعلى صوتها للمرشحين انهم يهربوا بأي طريقة من السفاحين دول، والصدمة ان ماش بيكون قدام واحد من السفاحين وبيديله لكمة بتخليه يكره اليوم اللي اتولد فيه، بينما الجمهور كله ما بيكونش مستوعب اللي ماش بيعمله وازاي جاله الشجاعة ان يواجه سفاح بدون سحر. ومع دهشة الجميع من المشهد اللي شايفينه المعلقة ما بتقدرش تنطق، لان ماش قدر انه يقضي على سفاح قاتل بدون استخدام اي سحر. لا مش بس كده، ده مجرد ضربة واحدة بيخليه يصرخ ويترمي على الارض، والجمهور والطلاب كلهم بيكونوا هيتجننوا لان الاختبار ده هدفه الهروب مش مواجهة السفاحين. والمرشح اللي خسر في اول دقيقة بيقول انه ما قدرش يقف قدام السفاح لثانيتين حتى زي ماش. في الوقت ده ماش بيرفع قبضته بيقول انه هيبحث عن المفتاح باي ثمن، ومع ان ماش قرب انه يبوظ الامتحان ويهزم السفاح الا ان السفاح بيقوم مرة تانية وبيكون واضح عليه الغضب، فماش بيبصله بكل برود وانه ملوش اي لازمة. والمعلقة بتستغل اللحظة بتقول للجمهور ان السفاحين دول مش بيموتوا نهائيا وعاملين زي الزومبي بالظبط، واي ضرر بيتعرضوا ليه بيشفوه بسرعة كبيرة جدا. وماش بيعمل نفسه مصدوم وبيقول لهم ايه التعب ده كله، كده كده انا اهرب منهم احسن، وبيعتمد مبدأ الجري نص جدعنة وبيقول لهم عاوزين حاجة انا اخلع دلوقتي، وبيفضل يجري بسرعة مهولة والسفاحين بيجروا وراه. واثناء ما ماش بيفكر في مكان المفتاح بيقول لو صحابي معايا كنا لقيناه بسرعة، لانه ما بيحبش يفكر كتير. في الوقت ده حد بينادي على ماش وبيستخبوا ورا جدار حجري، والسفاح بيفشل انه يمسكهم، ومع تعبه بعد الجري ده كله السفاح بيغادر المكان، والشخص اللي انقذ ماش ده بيحمد ربنا ان السفاح سابهم ومشي. وبيفهم ماش ان السفاحين بيتفاعلوا مع الصوت لان بصرهم ضعيف جدا وهيكونوا في امان لو ما عملوش اي صوت. وماش بيكون في عالم تاني وبيقول لهم انا حاسس ان جسمي بقى صغير، بس الحمد لله يعني بعدها بيشكره لان ساعده على الرغم من انهم في الاختبار. وعلشان كده بيطلب من ماش انه يكون فريق معاه للخروج من التحدي بسلام. هو بنعرف ان اسم المرشح ده اسمه ماكس من مسكن ادلر زي ماش بالظبط، بس على الرغم من ده ماش بيقول له بس انا نجم معرفش انت مين اصلا، هكون فريق معاك ازاي؟ بعدها بدقيقتين بنشوف ماش وهو ماشي مع ماكس وبيحاول يقنعه انه انقذه ولازم يكون فريق معاه، ومن الواضح كده انه نجح في استغلال بطلنا ماش ابو عقل صغير. وبيقول له ماكس ان بالنسبه لمكان فبسبب تحركات القتله فمكانه واضح جدا، فماش اللي ما بيحاولش يستخدم عقله بيقول له ايه اللي واضح يا ابني بس؟ فماكس بيقول له خليك فاكر ان الاختبار ده علشان يعرفوا قدرتنا على التكيف مع الاوضاع الخطيره، ومن
الناحية التانية لازم نلاقي حل. طبعا ماش بيعمل 100 ايرور بسبب الكلام الكبير اللي مكلكع ده، فماكس بيقول له انت معايا ولا اغمى عليك يا عم انت. فماش بيعتزله وبيعرفه انه كلماته كانت معقدة زيادة عن اللزوم فما قدرش يستوعب. فماكس بيجيب له من الاخر وبيقول له خليك ماشي ورا السفاحين وتحركاتهم وتوصل لمكان المفتاح. على الجانب الثاني دود بيكون مستخبي وجسمه كله بيرتعش من كتر الرعب اثناء ما السفاح ماشي جنبه، ودود اخر ما بيزق من الاختبار والهروب بينادي باعلى صوت على السفاح، واول ما السفاح بيظهر دود بيطلع يجري وهو بيصرخ اكتر من فين اما لانس، فمن الواضح انه لقى المفتاح بدون مساعده. بعدها بنشوف ماش وماكس اللي بيتسللوا من جنب السفاح بهدوء، وماكس بيشاور لماش اللي ما بيعملش صوت، وماش بيخبط في ارضه وبيكون هيقع، وماش بيكون متوتر وخايف لانه لو وقف السفاح هيسمعهم ويلاحقهم، بس ماش بيحطم الارض وبيدفن رجله فيها علشان ما يقعش بكل سهوله، وبيطمن ماكس ان السفاح ما بيلاحظش وجودهم، وبيتكلم مع ماش وبيشاور له انهم واضحين جدا، واثناء كلامه بيلاحظوا ان فعلا المفتاح موجود قريب من السفاحين. ومع ان المفتاح موجود في مرارة السمكة اللي شبه البالونة بياخدوا بالهم ان في حاجة تحت البالونة متوصلة بيها، وماكس بيخمن ان منفاخ، واكيد ماش بيتهور وبيقول له سيب الموضوع ده عليا، كل اللي هنعمله اننا نستخدم المنفاخ علشان نفجر البالونة دي، وماكس بيقول له استنى ما تتهورش لان من الواضح ان ده فخ. وماش اول ما بيحط ايده على المنفاخ المنفاخ بيعمل صوت عالي جدا، وبتفشل محاولات ماكس في ايقاف ماش. وبعدها بنشوف ماش وماكس اللي طالعين يجروا بكل سرعتهم والسفاحين طايرين وراهم، وبعد ما بيهربوا بنجاح اخيرا ماكس بيقول لماش انت عبيط ولا مجنون، فماش بيقول له بالراحه علينا يا عم انت احنا هربنا بنجاح من السفاحين، فماكس بيقول له حرام عليك انا بموت من التعب. وبيفكر ماكس ان الضغط على المنفاخ عمل صوت واستدعى القتله، وللاسف سحره بيسمح له انه يغير حجم الاشياء ومن الصعب اني املى بالونه بالهواء، فماش بيقول له علشان كده جسمي بقى صغير جدا، وبيكون ماش محتار وبيفكر ازاي هيملوا البالونه بالهواء، وماش واقف ومش فاهم ايه سبب تفكيره الكتير ده، وبيقول له بقول لك يا ماكس احنا نجرب نكسره وخلاص بقى، وماكس بيفكر في كلامه. وفعلا بعدها بنشوفهم عند البالونه اللي في قلبها المفتاح، وماكس بيعرف ماش ان السفاحين مشي وانهم بيبداوا مهمتهم، وماش بيطلع على البالونه وبمجرد ما بيتحرك البالونه بتعمل صوت عالي جدا، وبيطلع يجروا من السفاح تاني كالعاده، والسفاح بيقول لهم اللي هلمحوا همرجحوا. بعدها ماكس بيكون بيجري على عكس ماش وبيبدا يشرح لماش ان بمجرد لمس البالونه فبتعمل صوت عالي جدا وشكلنا مش هنقدر نخرج المفتاح، بس بيفكر انهم لو كسروا المنفاخ زي ما ماش بيقول المفتاح ممكن يقع فعلا. وبعدها بنشوفهم واقفين قدام البالونه بعد ما كسروا المنفاخ، وبيتوقع ماكس انهم يستخدموا السحر علشان يخلوا المفتاح داخل البالونه، ومفيش حل قدامهم غير انهم يفجروها باستخدام السحر، وبيكون ماكس محتار في السحر اللي استخدموه بعد ما دمروا المنفاخ بغبائهم. وماش بتيجي في دماغه فكره جهنميه، وفي الوقت ده بنشوف السفاح اللي بيتجول في المكان، وماكس بيكون مستخبي وبيراقب تحركاته، ومع رحيل السفاح بيتكلم مع ماش وبيطلب منه انه يستعد. في اللحظه دي بنشوف البالون اللي ماش كسره، وهو بيكون الجمهور متابعين اللي ماش وماكس بيعملوه من خلال مرايا سحريه، وبيتريقوا على ماكس اللي استخدم سحر علشان يخلي البالونه حجمها اكبر، وبيقولوا انه ما بيفهمش حاجه لانه خلى الانفجار كده بقى اصعب من الاول بكتير. وبنرجع لماش اللي بيكون بيرقص وبيتحرك بغرابه، والجمهور كله بيكون متفاجئ من تصرفاته الغريبه، واول ما ماش بيعمل وضعيه معينه الجمهور كله بيكون مذهول لان ماش بيكون على وشك انه يعمل رقصه بريك دانس، اما ماش فبيكون واقف على الارض بس بالمقلوب وبيبدا يدور حوالين نفسه بسرعه كبيره لدرجه انه بيعمل تيار كبير من الهواء بيخلي الجمهور كله هيتجنن. اما ماكس فبيفتكر ان الحل لتفجير البالونه بسيط جدا، وانه بعد ما كبر حجمها فماش هيجبر الهواء انه يدخل عنق البالونه الضخمه. وعلى الجانب الثاني بسبب رقص البريك دانس ماش بينجح في تكوين عاصفه من الهواء، ومجرد ما ماش بيقترب من البالونه البالونه الضخمه بتنفجر والمفتاح بيكون موجود جواها، بينما الجماهير بيقولوا ان ماش عباره عن سلاح حي، ولما بيوقع المفتاح من البالونه ماش بيمسكه بيرفع ايده وماكس بيكون فرحان، بس طبعا السفاح بيقول لهم يانا يا انتوا النهارده وبيطلع يجري وراهم. في الناحيه الثانيه في شخص بيوصل لواحده من البالونات وبيستخدم طاقته تعويذه سحريه وبينجح في تفجيرها والحصول على المفتاح، والشخص ده بيكون لانس. وبنروح لدوت اللي بيفجر البالونه بقوه ناريه وبيحصل على المفتاح، وكمان مارغت بيكون مع المفتاح، اما فين فبيكون قاعد بيبكي في الزاويه. وبنرجع لماش وماكس اللي بيرقصوا بسعاده، ولكنهم سرعان ما واحد منهم بيلاحظ انهم حصلوا على المفتاح، وماكس بيقول لماش انه سعيد لانهم نجحوا في الحصول على المفتاح لانه ما كانش متخيل انهم ينجحوا يفجروا البالونه حتى.
وماش بيقول له وهو ماسك المفتاح هنعمل ايه، ولما ماكس ما بيفهمش قصده ماش بيقول له انهم حصلوا على المفتاح واحد وبيقول لماكس خده واستعمله. في الوقت ده ماكس بيتصدم من طيبه ماش وبيقول له انت شخص جيد وجدع، فماش بيقول له مش متاكد من كلامك الصراحه بس ما علينا، وماكس بيكمل كلامه بيقول لماش خد انت المفتاح، وبيعرف ماش المخرج من الطريق اللي جنبهم والافضل انه يتحرك بسرعه لان ترتيبه في الاختبار بيعتمد على وقت الانتهاء منه، بس ماش بيحاول يعرفه انه كده هيخسر، ولكن ماكس بيقول لماش ان راين حكى له عنه، وماش بيقف يسمعه مش في دماغه، وماكس بيقول له انه ما صدقش في الاول انه شخص طيب زي وهيبقى موجود، وبيقول له المهم دلوقتي بعد ما عرفت الاختبار بيتم ازاي فهقدر اخلصه لوحدي. ومع سكوت ماش ماكس بيطلب من ماش انه يسيبه ياخد فرصته ويثبت نفسه وانه عاوز يساعده، الافضل انه ياخد المفتاح ويمشي. ومع تردد ماش اللي ما بيكونش عاوز يمشي ماكس بيقول له انا زميلك واكبر منك ومساعدتك تعتبر شرف ليا. واخيرا ماش بيوافق انه يمشي، واثناء رحيله من المكان بيشكر ماكس جدا. بعدها ماكس بيكون ماشي علشان يشوف هيعمل ايه ولا هيعدي الاختبار ازاي، بس هو ماشي بيتصفر راسه بدون ما يلاحظ، ولما بيبص علشان يشوف في ايه بيقول ان احساسه كان في مكانه، وبيظهر الشخص اللي اصاب ماكس، وبنعرف ان اسمه كار من مسكن اوركا. وبيكون ماكس بيفكر انه هل كده بذل كل اللي يقدر عليه في مساعده الطلاب الاصغر منه، وبيبدا في القتال مع كار. على الجانب الثاني بنشوف ماش بيخرج من حقل الاختبار، ولما بيخرج بيدوله اكل وشرب علشان يستعدوا للاختبار الثاني. بعدها بنشوف دوت وفين اللي طالع عينيهم ومش قادرين يتحركوا، وماش بيقابلهم ودوت بيعرفوا ان المتفجرات اللي بيستخدموها ساعدته في الاختبار، وماش بيطمن عليهم كلهم. ولانس بيعرفوا انه اتفاجئ لما نجح في الاختبار حتى بدون استخدام السحر، فماش بيعرفوا انه حصل على المساعده اثناء الاختبار، وبيبدا ماش في التفكير عن السبب اللي خلى ماكس يطلب منه انه يسيبه ويغادر الاختبار، ومن الواضح ان في حاجه بتحصل معاه. ولما لانس بيلاحظ ان ماش بيفكر على عكس العاده بيقول له في حاجه بتحصل معاك ولا ايه، فماش بيكون لسه يحكي له اللي حصل، بس بيقاطعهم صوت المعلقه اللي بتقول ان 9 بس هم اللي هيتاهلوا من الاختبار الاول وهيروحوا للاختبار الثاني، ويا ترى مين الشخص اللي هيلاقي المفتاح الاخير. في اللحظه دي بيتفتح الباب وبيخرج منه ماكس، ولكنه بيكون فاقد للوعي وبيقع على الارض وهو بينزف الدماء من كل مكان. وبيخرج كارو بيكون انتصر على ماكس بطريقه وحشيه جدا، والمعلقه بتقول انه تمادى في قتاله مع ماكس اكتر من اللازم، وشكل تصرفه ده اعلان للحرب على مسكن ادلر اللي هم ماشوا فريقه. وبيتمادى كارو بيدوس برجله على راس ماكس وبيقول انه مش محتاج للضعفاء اللي ملهمش اي لازمه، علشان كده مش مهم هيعمل فيهم ايه. وبيتصدم كار لما في شخص بيقطعه، والشخص ده بيكون ماشي اللي بيقول له ايه اللي انت بتعمله ده، وقف العبط ده بسرعه والا هديك لكمه اجيب اجلك، وبيقول له كمان ايه السبب اللي خلاك تاذيه للدرجه دي. في اللحظه دي كار بيفضل ساكت، اما في ما بيكونش متخيل اللي يحصل، لان كار من اقوى طلاب السنه الاولى ويعتبر واحد من افضل الطلاب زي لانس، وماش دلوقتي بيواجهه. في الوقت ده كار بيمسك كوبايه ميه وسط توتر الجمهور، وبيروح يصبها على راس ماش وبيقول ان الضعفاء لازم يخرسوا، بس ماش بيجيب كيس المكملات بتاعته كوبايه وبيفضي شويه وبيخلي الميه اللي كار بيصبها تنزل في الكوبايه وبيقفلها وبيرجعها بسرعه، والطلاب بيكونوا مش فاهمين ماش من تصرفاته. وماش بيعتذر لكار وبيقول له ان الساعه 3 ولازم يشرب مشروب العضلات بتاعه المصنوع في البيت، وبيلاحظ فين ان مشروب بروتين ومكملاته بيفكر ان ماش مخيف جدا لانه قدر يحول الميه اللي تتصب على دماغه لمشروب مكملات. وماش بيكمل كلامه بيقول لهم ان سر المشروب ده هو مسحوق الفاصوليا اللي مليانه بروتين، وبيقول كار انه ما كانش عاوز يقطع ولكن البروتين مهم ولازم ياخد وقته، وبيقول له كمان انت بتقول ان الناس ضعفاء ولكن انا ما قابلتش في حياتي كلها شخص اقوى مني. في اللحظه دي كار بيقف في مكانه من الصدمه، وبيكمل ماش كلامه انه تعريف القوى بيختلف من واحد للتاني، لكن سرعان ما بيتلخبط ومش بيبقى عارف يتكلم، وكار ما بيفهمش ماش ده ايه دنيته ولا بيتصرف كده ليه، والجميع بيبصوا لماش، والمعلقه بتشعل الاجواء وبتقول للجميع انهم ممنوع يتعاركوا مع بعض ولازم يحافظوا على طاقتهم علشان الاختبار اللي بعده، وبتقول لهم بدون تاخير يلا بينا نبدا الاختبار اللي بعده، وبتتغير ملابسهم وهم واقفين، وفين بيكون متفاجئ وبيقول ان هدومهم لونها اتغير لثلاث انواع مختلفه. في الوقت ده بترحب بيهم المعلقه في الاختبار الثاني واللي اسمه بلوره الحياه، وانه بيكون عباره عن قتال بين الفرق، وكل فريق بيتكون من ثلاث اشخاص ومع عددهم فيكونوا ثلاث فرق، والاختبار عباره عن ان كل شخص في الفريق هيحصل على بلوره واحده، والهدف هو كسر بلورات الفريق الثاني، واي فريق هيخسر البلوره بتاعته هيتم اخراجه من الاختبار بالكامل. طبعا ماش بعد ما سمع الكلام ده دماغه ما استوعبتش وعمل ايرور. في الوقت ده دوت بيزعق مع المعلقه وبيقول لها شرحك طويل وغبي وخلى قائد فريقنا مش فاهم اي حاجه، والافضل انك تخلي شرحك سهل وبسيط، فبتقول له ان الفرق هتقاتل بعض لكسر بلورات بعض. فدوت بيزعق لماش بيقول له انهم عليهم يكسروا البلورات اللي يشوفوها، وفين بيقول له اسحق اي كريستاله تشوفها، وبيفكر فين انهم في فريق مختلف عن لانس، وبيبدا يفكر ازاي هينجحوا من غيره، ولكن بيقطع تفكيره توزيع البلورات، وبتقول
بتفهم المذيعة انها هشة جدا والافضل انهم يكونوا حذرين وهما ماسكينها. وبيكون فين خايف لان مصير امتحاناتهم بيعتمد على البلورة العبيطة دي، ولسه بيفكر انه بما ان الفريق كله معاه فمش هيخسر واكيد هيكون بخير. بس اول ما بيبص جنبه بيلاقي بلورة ماش متكسرة، ولما ماش بيعتذر له فين بيقول له ولا يهمك يا صديقي لسه معانا بلورتين، وما بيلحقش يخلص كلامه بيلاقي دود كسر البلورة بتاعته هو كمان، ودود بيعتذر له لانها اتزحلقت من ايده. في اللحظة دي بيصرخ فين، بينما ماش ودود بيكونوا في الزاوية. بعدها بيحاولوا يهدوه وبيقولوا له ما تقلقش لسه في البلورة بتاعتك، ففين بيقول لهم ما تقلقوش مع وجودكم معايا اكيد مش هخسر. وبتحين لحظة البدء في الاختبار الجديد، وزي المرة اللي فاتت بيتم توزيعهم بطريقة عشوائية بعيد عن بعض، وفين بيكون في مكان بعيد لوحده وهو بيفضل يعيط لانهم اتفرقوا عن بعض وبيفضل يشتم فيهم. ولانس بقى بيتوقع انهم في وضع لا يحصد عليه بعد اللي بيحصل قدامه ده، وبنرجع لفين اللي بيكون هيموت من التوتر لانه لازم يحمي البلورة لوحده وبحياته. وبكده صديقي وحبيب قلبي بتنتهي الحلقة الرابعة معانا من حكاية ماش. لو وصلت لحد هنا بقى ما تنساش اللايك بتاعك والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد، ويلا سلام.